أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. نواصل بإذن الله محاضرات الفسيولوجي لصالح ولمساندة الأطفال من مرضى السرطان. والنهاردة بإذن الله عندنا Digestion، وهي Gastrointestinal Tract Lecture 2، وهي خاصة بالسلايفا والسوالوينج. فده عنوان المحاضرة، وكعادتنا يا أولاد بنحب نبتدي بامتحان. الامتحان النهاردة سهل خالص، جاست خمس جمل هتماتشت ما بين جروب 1 وجروب 2. فبيقول لنا هنا ماتش بين جروب 1 وجروب 2 الأسئلة اللي هي متقاربة. ففي جروب 1 كاتب لي اللي هو الجاسترين، الخمسه هرمونز الكبار، والجاستريك انهبيتوري بيبتايد، والسكريتين، والكوليسيستوكاينين، والموتيلين. تعال بقى نشوف في جروب 2 الجاسترين انهي اجابه تصلح، اللي هو نمره 2 سكريتد فروم انترم اوف ذا بايلوريس اوف ذا ستومك، يبقى ايه مع 2. الجاستريك انهبيتوري بيبتايد ده اهم هرمون بيطلع الانسولين، فالاجابه اللي تصلح في بي هو انه جلوكوز ديبندنت انسولينوتروبيك بيبتايد، ده اهم هرمون بيطلع انسولين، وهو بيبقى الاستيمولس بتاعه طبعا جلوكوز، واحنا عارفين الجلوكوز اهم حاجه بتطلع الانسولين، فالجلوكوز عن طريق الجاستريك انهبيتوري بيبتايد ده اهم هرمون بيطلع الانسولين من الجي اي تي. الهرمون الثالث هو السكريتين سي، وهي الإجابة الصحيحة هتبقى 4 اللي هو ستيموليت البانكرياس تو برودوس اكيوس سكريشن، اللي هو طبعا لارج ان فوليوم تو دايلوت ال HCL ريتش ان صوديوم بايكربونات تو نيوترلايز HCL. وبعدين السؤال الرابع دي اللي هو الكوليسيستوكاينين بانكريوزامين، من اسمه كوليسيستوكاينين دي الإجابة الصحيحة، بيعمل إيفاكيويشن فيل جول بلادر، اللي دي مع 5. آخر هرمون اللي هو موتيلين إي، والإجابة الصحيحة إن هو ده بيريجوليتس المايجريتنج موتور كومبلكس في السمول انتستين ما بين الأكلات، بيفضي الانتستين من الأكل عشان ما يحصلوش تخمر وعشان ما يحصلش تجمع البكتيريا. وعليه هتبقى الأسئلة كالآتي: السؤال الأول إيه هتبقى إجابته 2، B هتبقى إجابته 3، C هتبقى إجابته 4، D هيبقى إجابته 5، و E هيبقى إجابته رقم 1. طيب هنتوكل على الله ونبتدئ. هنشتغل دلوقتي اللي هو الجاسترو انترستاينال تراكت، والمحاضرة بتاعتنا خاصة زي ما قلنا بالسلايفا والسوالوينج، هتبقى محاضرة قصيرة نسبيا، يعني هنديكم النهاردة كمية قليلة شوية. طيب اتوكل على المبتدئ. اول حاجه هنبتديها اللي هو حاجه ملهاش قيمه قوي، اللي هي الماستيكيشن او الشوينج. ماستيكيشن يعني اللي هو المضغ او الشوينج، شوينجز اللي هي بنفس المعنى المضغ. طبعا المسلز اوف ماستيكيشن او شوينج all are supplied by trigeminal nerve. طبعا انتوا عارفين انهي جزء هو الموتور اللي بيغذي المسلز والماستيكيشن، اللي هو المانديبولار ديفيجن اوف ذا trigeminal، لان الترايجيمينال عنده اوفثالميك وماكسيلري ومانديبولار، دول ثلاثه سنسوري. مين اللي بالاضافه لكونه سنسوري فهو موتور المانديبولار ديفيجن اوف ذا trigeminal. الاسنان نوعان يا اولاد، في الانسايزرز اللي هم القواطع اللي هي موجوده قدام الانتيرو تيث، ودي بتاكزيرت بريشر مقداره 25 كيلو جرام. اما المولرز اللي هم الطواحن اللي هي البوستيرو تيث، اللي هي دي مهمه بتطحن، دي كانت مهمه في اكل النباتات، الانسايزرز دي مهمه في اكل اللحوم تقطيع اللحوم، دي بتاكزيرت بريشر مقداره 90 كيلو جرام. طب ازاي احنا بنمضغ؟ المضغ بيبقى partially voluntary partially involuntary، يعني جزء منه ارادي وجزء لا ارادي. فلما بنحط البولس في الماوث يعني في البق،
فده بيعمل ريفلكس انهيبيشنز اوف ماسلز وماستيكيشن، فاللور جو يقع لانه خلاص الماسل ماستيكيشن حصل لها انهيبيشن. يبقى وجود كرة الاكل في الماوث بتعمل ريفلكس انهيبيشن في الماسلز، وبالتالي هتؤدي الى دروب اوف لور جو. طب لما يقع اللور جو يبقى لها اعمل ستريتش في الماسلز وماستيكيشن، هيحصل لها ستريتش. يعني تخيل لما انا الجو ده يقع يبقى الماسلز وماستيكيشن حصل لها ستريتش. طب ما الستريتش ده بيعمل ريفلكس كونتراكشن فتعلى تاني اللور جو. لما البولس الفود يستك بالبلت فوق يعمل ريفلكس انهيبيشن ماسل فتقع تاني اند سو اون. يبقى وجود البولس يعمل انهيبيشن فاللور جو ينزل، الستريتش يعمل كونتراكشن فاللور جو يطلع. يبقى ايه الاستيمولس بتاع الريلاكسيشن؟ البولس الفود ان ماوس يعمل ريلاكسيشن. طب ايه الاستيمولس بتاع الكونتراكشن؟ الاستريتش اوف ماسل، لما بيقع اللور جو يحصل له كونتراكشن. يبقى عندي كانه الاكشن جزئين، انخفاض اللور جو بسبب البولس اوف فود ان ذا ماوس، طب وارتفاعه بسبب لما بينخفض اللور جو بيعمل استريتش في الماسلز فبتعمل ريفلكس كونتراكشن. انا عاوز اقول لكم معلومه مهمه جدا يا اولاد، ان الماستيكيشن او التشوينج ده از نوت اسينشال فور دايجيشن، يعني ما مش مهم للدايجيشن. في ناس ما عندهاش اسنان وبتظبط شغاله زي الفل في الدنيا خلاص. الهيدروكلوريك اسيد في الاتش سي ال والمعده بتعمل انف جريندينج فود، يعني حتى الناس اللي بتظبط مفيش اي مشكله مش مهم تمضوا. طب واحد يقول لي طب المضغ والماستيكيشن قيمته ايه؟ ما عندناش كام ده، بس احب اقوله لك انه انت كل ما تمضغ الاكل فتره طويله استيميليتد تيست ريسبتورز حواس التذوق والفاكتوري ريسبتورز حواس الشم، فده يخليك يحصل لك ساتيشن، يعني شبع ساتاتي، يشغل يعني ام ساتسفايد بكميه قليله من الاكل. فعليه الشوينج او الماستيكيشن مهم فقط للناس اللي اون دايت اللي عاوزه تخس. لو عاوز تخس امضغ الاكل جيدا قبل ان تبلعه. ليه؟ لان عمليه المضغ دي بتستيميليت التيست ريسبتورز اللي موجوده في الماوث والالفاكتوري ريسبتورز، ودول بيعملوا احساس بالساتسفاكشن، ام ساتسفايد ساتيشن، فهتشبع بكميه اكل اقل، لان الاستيميليشن اوف تيست بادز والالفاكتوري ريسبتورز بيعملوا انهيبيشن للابيتايت سنتر. انما هل المضغ مهم للدايجيشن؟ على الاطلاق لا، بدليل في ناس ما عندهاش اسنان وتظلط وعمليه الهضم شغاله زي الفل، بيقوم بها عوضا عن الفم المعده بتعمل جريندنج بمساعده ال HCL. مش عاوز اطول، ان ده كلام ملوش قيمه ومحدش بيسال. طيب نيجي بعد كده بقى لل salivary secretion. We have two types of salivary secretory cells. يعني انت عندك ال salivary glands في نوعين من السيلز فيها. في عندنا serous cells، دي بتسكريت serous او watery secretion بيحتوي الالفا اميليز او الطيلين اللي هو بيعمل digestion للستارش، يعني هضم للنشا. طبعا عشان انا قلت لك ان المضغ ملوش اي قيمه، ان في افضل من السليفري اميليز طبعا البنكرياتيك اميليز. ما احنا قلنا البنكرياس لوحده ممكن يعمل عمليه الهضم فروم اي تو زي. فالسيروس سيلز بتطلع افراز سيروس مائي بيحتوي السليفري الفا اميليز او بنسميه الطايلين اللي هو مهم للدايجيشن بتاع الستارش. في نوع تاني من السيلز اسمه ميوكس سيلز، ده بيسكريت ميوكس. فيبقى في هنا بقى نوع اللعاب مش هيبقى ووتري زي الاولاني زي السيروس، في مخاط يبقى فيسكس يعني لازق سكريشن. ليه؟ لانه كونتيننج ميوكس، بيحتوي ميوكس. طيب احنا عندنا يا اولاد في كام بيرز اوف سليفري جلاندز؟ في الباروتيد اللي هي الغده الجار اذنيه سموها بار اوتيك، يعني اوتيك يعني ودن، بار اوتيك يعني بجوار الاذن،
او مجازا بيسموها الغده النكافيه، ودي بتطلع 25% من اللعاب. وبعدين السابلينج اللي هي تحت اللسان، كل الكلام ده خدناه في سنه اولى، دي بتطلع 5% من اللعاب. اهم واحده اللي هي السبمانديبولار، دي بتطلع 70% من اللعاب. ولا تنسى سؤال مهم جدا، هل لو احنا عملنا ريموفل شلنا الثري بيرز اوف سليبري جلاندز، الثلاث ازواج من السليبري جلاندز، هل يتوقف افراز السلايفا؟ المفاجاه لا. ليه؟ لان في سكاترد باكل سليبري جلاندز، سكاتر يعني مبعثره في الفم بتطلع سلايفا. يبقى حتى سؤال شفوي او في الام اس كيو، لو ازلت الثري بيرز اوف سليبري جلاندز اللي اهمهم السبمانديبولار اللي بتطلع 70%، استيل هيبقى فيه سلايفا طالعه منين؟ من خلايا مبعثره في الفم اللي هي البكر. طيب سؤال اصعب بقى، مين معظم خلاياه سيرس فيطلع سيرس اوروتي سكريشن، ومين معظم خلاياه ميوكس فيطلع معظم الافراز لزج ميوكس، ومين ميكس؟ انا الحقيقه مش عاوزكم تحفظوها، عاوز تفهمها زي ما انا فاهمها، فركز معايا. وراء الخلق خالق، قوة عاقلة نسميها الله. تفتكر ادي الباروتيد الغدة هنا. It has got very long duct. تفتكر لو الباروتيد دي بتطلع افراز لزج ميوكس، غالبا المخاط في الدكت هينشف ويقف وتتسد الدكت وتورم الجلاند وتبقى مصيبة. عشان كده الباروتيد اللي هي عندها very long duct، المنطق والعقل، واحنا قلنا وراء الخلق قوه عاقله انها تطلع ووتر سكريش عشان تدفق المسافه الطويله دي، يبقى معظم الخلايا اللي فيها تبقى سيرس. بينما السابلينجوال اللي تحت اللسان عندها فيري شورت داكت، دي اقصر داكت فيهم، يبقى دي ممكن تطلع ميوكس لزج لانه المسافه صار. ومثلها البكل او سكاتر جلانز، ان مفيش داكت تسكر يبقى تطلع ميوكس. يجي في النص بقى اللي هي السبمانديبولار، اللي هي لا هي ببعد الباروتيد ولا هي بقرب السبلينجوال، فدي تبقى ميكست. يبقى اولاد ما بنحفظ، وي اولويز ثينك انه يوجد نوعان من السليفري سيلز، نوع سيرس يطلع ووتر سكريشن ده اللي فيه السليفري اميليز، ونوع ميوكس بيطلع ميوسين اللي هو فيسيت سكريشن. لما تبقى الضغط طويله زي بتاع الباروتيد عشان يتدفق اللعاب، يبقى معظم خلاياها تبقى ووتر سيرس. انما لما تبقى الضغط قصيره جدا جدا زي السب لينجوال اللي تحت اللسان او البكال جلاندز، مفيش ضغط اساسا، يبقى تطلع ميوكس. طب اللي ان بتوين اللي هي السب مانديبولار، ودي اللي بتطلع 70% من السلايفا، دي ميكسد بوث سيرس اند ميوكس. ده كان سؤال ام اس كيو احب تبقوا تعرفوه كويس. طيب تقل الكومبوزيشن اوف سلايفا ايه؟ انا عاوز اقول لك حاجه، معظم افرازات الجهاز الهضمي بتبقى اكتر من لتر، يعني في حاله السلايفا بيطلع في اليوم لتر ونص. طيب البي اتش بتاع السلايفا ايه؟ طالب يقول لي انا اتوقع انها مفروض تبقى اسيديك، فبقول له ليه؟ قال لي عشان تموت البكتيريا، الاكل مش معقم. سيربرايزنج يا اولاد ان البي اتش بتاعتها نيوترال ديورينج ريست، وديورينج اكتيفيتي بتبقى 8، يعني الكالاين ديورينج اكتيف سكريشن، يعني هي نيوترال الكالاين. طالب قال لي طب فهمنا ليه عشان ما ننساش. لو ان السلايفا كانت اسيدك، الكالسيوم يذوب في الوسط الحامضي. طب واسنانك اساسا؟ يور تيث اساسا كالسيوم. فلو ان السلايفا كانت اسيدك، كان بعد 24 ساعه سنانك دي كلها دابت. فعشان كده ربنا سبحان الله خلى السلايفا، افهم لما تفهم ما تحفظ، خلى السلايفا بتبقى ديورينج ريست نيوترال 7 البي اتش، وديورينج اكتيف سكريشن بتبقى ايفن الكالاين. بس وبدليل هقول لكم حاجه لطيفه جدا، حاجه بره المحاضره.
دلوقتي احنا بنقول لك اخطر حاجة انك تاكل حلويات، ليه؟ وما تغسلش بقك بعدها، you do not brush your teeth، لان الحلويات دي هيشتغل عليها البكتيريا هتتحول للاكتيك اسيد، خلاص؟ فاللاكتيك اسيد ده هيبوظ لك سنانك، هيدوب سنانك. عشان كده بقول يا اولاد، لو واحد بره وكل حلويات وما عندوش فرصة يعني brush his teeth، يعني يغسل سنانه كويس، على الاقل عارف تعمل ايه؟ تاخد بق مية وتمبض، وبعدين بقى تسبيت او تبلعها، مش هتقرف من نفسك. المهم تاخد بقايا السكر ده وتبلعه. سكر في الفم يساوي جلوكوز بالبكتيريا يدي لاكتيك اسيد يدوب الاسنان. اذا كان انت ربنا سبحان الله هو اهو بيفهمك، بيقول لك البي اتش بتاعه السلايفا افهم، ما بنحفظ ما بنقراش، بتبقى يا نيوترال دورينج ريست يا اما الكلاين دورينج اكتيف سكريشن. ليه؟ عشان ما تدوبش السلايفا. طب قول لي بقى مكونات السلايفا. كونتنتس، قلنا ايه اهم تو كونتنتس؟ لو كانت الجلاندز السيلز سيروس هتبقى اهم مكون فيها، قلنا يا اولاد اللي هو مين؟ اللي هو الطيالين، اللي هو السليفري اماليز، الالفا اماليز اللي بيهضم الاسبارش. اما لو كانت ميوكاس سيلز فاهم مكون فيها هيبقى الميوسين. طيب سؤال تاني مهم جدا، ان السلايفا هايبوتونيك تو بلازما. ليه هي هايبوتونيك؟ عشان فيها ملح قليل، نسبه الصوديوم كلورايد فيها 15 ملي ايكوفالنت. طب احنا بير لتر احنا عارفين ان الصوديوم 140، يعني قول 150 عشان ما نعقدش، يبقى 15 دي تبقى ايه؟ 1/10 الملح اللي في البلازما. ده سؤال ام اس كيو هايبوتونيك. وبالعكس بتبقى فيها مور بوتاسيوم اند بايكربونيت. عارف لما تلاقي التركيبه كده ان فيها ملح قليل صوديوم كلورايد قليل فيها صوديوم بوتاسيوم اكتر، يبقى اعرف ان هنا ودي خدناها مع الاندوكراين الالدوسترون له دور. الالدوسترون هو اللي بيسحب الصوديوم كلورايد من السليفري سيكريشن، فيخلي الملح في السلايفا قليل جدا، عش البلازما، وبيحط عوضا عنها بوتاسيوم وباي كربونيت، فبقت اغنى في البوتاسيوم والباي كربونيت زي ما بنشوف بعد شويه. يبقى الكومبوزيشن اوف سلايفا عندي في الاسئله الاتيه، ان الفوليوم لتر ونص، دي مش مهم قوي. السؤالين الجايين هما المهمين قوي، انها الكالاين وهايبوتونيك. الكالاين وهايبوتونيك، الكالاين ليه؟ عشان لو كانت اسيدك هتدوب الكالسيوم بتاع الاسنان. وهايبوتونيك ليه؟ لان الالدوسترون بيشتغل بيسحب 3 صوديوم ويحط عوضا عنه 2 بوتاسيوم، يبقى سحب اكتر ما حط، سحب 3 صوديوم ويحط 2 بوتاسيوم، تبقى هايبوتونيك. اكشلي الصوديوم كلورايد عش في البلازما. ايه اهم مكونين في السلايفا؟ انت عندك نوعين من الخلايا، يا سيروس بتطلع ووتر سكريشن اللي هو غني في التايلين اللي هو الالفا اماليز اللي هو بيهضم الستارش، او ميوكس بتطلع الميوسين اللي هو بيخليها لزج. كل دي يا اولاد اسئله ام اس كيو. ابتدي بقى اول سؤال له قيمه شويه، اللي هو السكريشن اوف سلايفا. تعال نشوف السكريشن اوف سلايفا بيحدث في تو ستيجز، انما قبل ما اشرحه انا عاوز اعلمك حاجه لطيفه جدا. لو سألك عن أي حاجة في الجسم قال لك سكريشن، اتكلم عن الميكانيزم في سكريشن، وحضرتك ما عمرك ما قريت عن هذا السكريشن ولا حاجة، بس عاوز تجاوب حاجة يعني دقيق والعياذ بالله شر السفر، عشان بتخش اسمك اتكلمت قانونا لازم يديك نمرة. طب ما اديك قاعدة عامة يا أولاد، أي سكريشن لازم معاه فازو دايليتيشن. ليه؟ فكر، هو الغدة هتجيب مكونات الإفراز من الهواء؟ لازم هتجيبه من الدم، فأي سكريشن بيبقى coupled with vaso dilatation. طيب تاني نقطة مهمة جدا، يبقى تقول له إن السكريشن is coupled with vaso dilatation، أدي جملة ببلاش. وتاني جملة it's an active process، السكريشن لازم يبقى active. ليه؟ لأن يا أولاد تركيب السكريشن بيختلف عن البلازما. يعني إيه؟ يعني في حاجات اقل من البلازما، واسمع اللي جاي، وفي حاجات اعلى من البلازما.
طالما في حاجات اعلى من البلازما يبقى انتقال الماده دي من البلازما الى الجلاند فروم لور تو هاير يبقى اكتيف بروس، والا كنا سميناها فلتريشن زي الجلومير فلتريشن لو هي مجرد ترشيح نفس تركيب. ما هو الجلوميرال فلترت نفس تركيب البلازما، ليه؟ لان ده فلتريشن ده مش سكريشن، ففي كل السكريشن الكومبوزيشن بتاع السكريشن ديفرز فروم ذا كومبوزيشن اوف بلازما، حاجات اقل وحاجات اكتر. خليك في اللي اكتر، يبقى هتنتقل من البلازما الاقل وبقى تركيزها في الجلاند اعلى فروم لوور تو هاير تبقى اكتف. يبقى اي سكريشن مش عمري ما قريت عنه حاجه وبيسألني عنه او جاتني في النظري، في كلمتين لازم اقولهم عشان اخد نمرة، ان اي سكريشن في جسمك coupled with vasodilation، لان مش هيجيب المكونات من الهواء لازم هيجيبها من البلاد، ونمرة اتنين يا اولاد انه بيبقى differs in composition in from plasma، بمعنى في حاجات اقل وحاجات اكتر، حاجات اكتر يبقى انتقالها from lower to higher تبقى لازم active process. ما فيش سكريشن الا ما يبقى active، يبقى السكريشن حاجتين فازودايلتيشن واكتف، فازودايلتيشن واكتف، ده جمل عامه. نيجي بقى ازاي بنعمل سليفري سكريشن. سليفري سكريشن بيحصل ان تو ستيجز، في الفيرست ستيج بيسموه برايمري سكريشن بيحصل في الاسيناي الاسيناس، السكند ستيج بيحصل في الدكت. ما هو الجلاند لها اسيناس اهي ولها دكت، ده اول سؤال نظري. فالسكريشن اوف سلايفا حتى نقص او هنا اوف سلايفا الفيرست ستيج اللي هو البرايمري سكريشن بيحصل في الاسينس، والسكند ستيج بيحصل في الدكت. طيب بص معايا، في الاول بيحصل من البلاد فلتريشن، يعني بيخرج كل الاينز، والفلتريشن زي جرام فلتريشن ايه عنده the same ionic composition of plasma، وعشان كده بيبقى isotonic لسه ما بقناش hypotonic. يعني ال primary secretion ده سؤال MSQ اللي هو ال first stage اللي بيحصل في ال acinus، ده بيبقى filtration from the blood وبالتالي عنده نفس ال ionic composition في كل الايونات وبالتالي بيبقى isotonic to plasma. وتفرق لو ان الغدة فيها سيرس سيلز كتيرة هتحط الطيالين اللي هو الالفا اميليز، لو ان فيها ميوكس سيلز كتيرة هتحط ميوسين، حسب. يبقى بالنسبة للايونات نفس كمية الايونات فهو ايزوتونيك، وحسب لو هي سيرس هتحط الالفا اميليز اللي بيهدم الستارش اللي هو الطيالين، لو انها ميوكس هتحط ميوسين. في الضغط بقى يتم تعديل هذا السكريشن. سكند ستيج يجي الالدوستيرون يشتغل على الضغط، وانا كنت علمتكم حاجه طول عمره يا اولاد الالدوستيرون بيشتغل، فاكر في النفرون فين؟ على اخر حته في النفرون على الديستال كولكتنج تيبيول، الديستال كونفيوتيبيول والكولكتنج تيبيول. طب ما هو بنفس المنطق هنا، طول عمره الالدوستيرون بيعمل ضبط نهائي، يبقى بالنسبة للجلاند هنا حتى بذكاء كده بذكاء يشتغل في الاسينس الاول ولا يشتغل في الضغط بعدين؟ يشتغل في الضغط بعدين، عشان كده الالدوستيرون بيشتغل على الضغط مش على الاسينس. والعبد الله ارسى قاعدة عامة، الالدوستيرون في الكلية يشتغل في الاخر ديستال كونفوليوتد اند كولكتنج تيبيولز، في الجي اي تي هيشتغل في الاخر على القولون مش على السمول انتستين، في اي جلاند ما يشتغلش على الاسينس في الاول يشتغل في الاخر على الدكت. حلوه دي ملعوبه اهي في الام اس كيو. يبقى الالدوستيرون بيشتغل على الدكت، بيعمل ايه الالدوستيرون؟ هيسحب 3 صوديوم ويحط عوضا عنه 2 بوتاسيوم، يبقى صوديوم بوتاسيوم بام، يبقى خد اكتر ما حط، عشان كده المحلول بقى هايبوتونيك. يعني ابتدينا في الفيرست ستيج كان ايزوتونيك في كل الاينز، في الضغط الالدوسترون لعب في الايونات خد 3 صوديوم 3 وحط 2 بس بوتاسيوم فبقى هايبوتونيك. طيب ورا الصوديوم هناخد كلورايد باسيفلي، بوزيتيف يسحب نيجاتيف باسيفلي،
انما مع البوتاسيوم بنحط باي كربونيت، ده اكتف سكريشن، مش عاوز لخبطه. يبقى الصوديوم هيسحب كلورايد باسيف، انما البوتاسيوم ما بيسحبش باي كربونيت، الباي كربونيت ده اكتف سكريشن. نتج عن كده يا اولاد سؤال ام اس كيو مهم جدا. يبقى الالدوسترون عمل ايه؟ خلى السلايفا افقر في الملح صوديوم كلورايد، لانه رجع الصوديوم كلورايد تاني للبلاد هايبوتونيك، ولكنها اغنى في البوتاسيوم والبايكربونيت. بس ليه هي هايبوتونيك؟ لانه بيشيل اكتر ما يحط، بيشيل 3 صوديوم حط 2 بوتاسيوم، عشان كده بقت هايبوتونيك. وقلنا ورا الصوديوم بناخد كلورايد باسيفلي، ومع البوتاسيوم بنحط بايكربونيت اكتيفلي. فبيجي يسالك هنا في سؤالين مهمين جدا. السلايفا بقى اللي المنتج النهائي اللي طالع من الدكت، ايه الاختلاف من حيث الاينز عن البلازما في كونه افقر في الصوديوم كلورايد اللي تم سحبها، واغنى في البوتاسيوم بايكربونيت اللي تم وضعها؟ يبقى سحبنا صوديوم كلورايد وحطينا بوتاسيوم بايكربونيت. انا عاوز اقول لكم قصه طريفه، هي مش طريفه قوي بس يعني بتخلي الطلبه اولز ما يغلطوش في هذا السؤال. في الكام اتش اللي هو السنتر اوف ادكشن اند منتال هيلث في تورونتو، واحد من اكبر سنتر بتوع الامراض النفسيه، مريض هناك عنده مرض نفسي غريب جدا. عارف عمل ايه؟ قال انه انا السلايفا دي، اللعاب ده سوري مع يعني هقولها بتعبيرها، التفافه دي مقرفه، فانا مش هبلعها، كل الناس بيبلعوها انا هتفها. يا ابني ما يصحش تتفها، حلف براس ابوه لازم كل ما يتجمع شويه لعاب يتفوا. العنده مات. عارف ليه؟ لان حصل له سيفير هايبوكاليميا، لان السلايفا غنيه جدا في البوتاسيوم، والبوتاسيوم ده ايون مهم جدا في الجسم، ففقط كميات رهيبه من البوتاسيوم لا يمكن تعويضها. ended up in death of the patient just لفكره غبيه لمرض نفسي تمكن من دماغه ان هو اللعاب ده تفافه لازم يتفها ما يبلعهاش. السلايفا فيري ريتش لسوء الحظ ان بوتاسيوم، فالمريض حصل له سيفير هايبوكاليميا وتوفاه الله. ما تنساش دي. طيب سؤال تاني اصعب. هل الباراسمباثاتيك ستيميليشن بيزود السليفا سكريشن؟ طب اوكي، اسمع بقى السؤال، افتح ودنك. هل بيغير الكومبوزيشن؟ ايه رايك انت؟ يعني هو بيزود الفلو، كميه السلايفا اللي بتطلع بتزيد الكم، لكن هل هيغير الكومبوزيشن؟ الاجابه اه طبعا، لانه لما يزود السليفري سكريشن السلايفا هتمشي بسرعه، فذير از ليس تايم، هيبقى في وقت اقل لهذا الاكتشينج، فمش هيلحق الضغط ناخد صوديوم كلورايد، ومش هنلحق نحط بوتاسيوم بايكربونيت، وعليه الكومبوزيشن تصبح السلايفا مع الباراسمباتيك ستيميليشن فيها صوديوم كلورايد اكثر مما ينبغي، لان ما لحقناش ناخده عشان الفلو سريع، وفيها بوتاسيوم بايكربونيت اقل مما ينبغي عشان ما لحقناش نحطه. ده سؤال صعب جدا، هل الباراسمباتيك ستيميليشن بيزود السليفا سكريشن؟ دي مفهوم، دي بديهيه. هل بيغير الكومبوزيشن في السلايفا؟ طبعا، لما تجري السلايفا بسرعه ما نلحقش ناخد الصوديوم كلورايد، فتصبح فيها صوديوم كلورايد اكثر مما ينبغي لان ما لحقناش نسترجعه بالكامل، وفيها بوتاسيوم بايكربونيت اقل ما ينبغي ما لحقناش نحطه. ده اللي هو السؤال الاول يا اولاد، اللي هو السكريشن اوف سلايفا. يبقى تو ستيجز، الفيرست ستيج برايمري سكريشن في الاسيرس، كل الاينز بتمشي ذا سيم ايونيك كومبوزيشن اوف ايزوتونيك، ولو سيرس سيلز هتحط تايلين الالفا اميليز اللي بيهدم الستارش، لو ميوكس سيلز هتحط ميوسين. طيب يتم في الدكت في اخر حته يشتغل الدوسترون، عارفين بيعمل ايه الدوسترون؟ يسحب صوديوم 3 ويحط وراه 2 بوتاسيوم، فقلنا اصبح المحلول هايبوتونيك. ده دي سؤال مهم جدا. ورا الصوديوم ناخد كلورايد باسيفلي، مع البوتاسيوم نحط بايكربونيت اكتيفلي، وعليه السلايفا تبقى اغنى في البوتاسيوم والبايكربونيت
وافقر في سوديوم كلورايد، نسبه سوديوم كلورايد العش مقارنه بالبلازما، عشان كده هي هايبو تونيك. طيب نيجي للسؤال اللي بعد كده، سؤال نظري في السلايفا. فانكشنز اوف سلايفا، وظائف السلايفا، ما هي وظائف السلايفا؟ العبد الله عامل لها طريقه لطيفه جدا. فانكشنز اوف سلايفا 10، حلو. قعدت ارتب فيهم في الشباب الاولي لحد ما حطيتهم بطريقه معظم حتى الزملاء الافاضل اللي بيكتبوا دلوقتي جي اي تي عجبوا بيها وبيكتبوها بنفس الطريقه، لانها طريقه لطيفه في تذكر وظائف السلايفا العشره. ان انا رتبتها بترتيب الحروف A B C D E F G H، بس ملاحظة ان انا هعيد ال D مرتين وهعيد ال H مرتين. طيب اول وظيفة للسلايفا وهي الاهم، السلايفا مش مهمة للهضم اساسا، مهمة للكلام articulation، التمفصل، عشان تعرف تتكلم. بدليل لما الواحد يقول لك يا اخي مش عارف اتكلم، نشف تري منشف ريقك تعرفش تتكلم، دي اهم وظيفه للسلايفا. السلايفا اساسا مش مهمه للهضم، مهمه للسبيتش. طيب تاني وظيفه بفر، ان في حاجتين يعملوا بفرنج. الميوسين ده بروتين، واحنا عارفين اي بروتين بيعمل بفر، ولسه قايلين فيها بايكربونات فوق اهي، ده بيعمل بفرنج للاسيدز. يعني مش بس ان هي نيوترال، واي اسيدك فود تاكله بتعمله بفرنج عشان ما يدوبش الايه؟ الكالسيوم. طيب سي كليننج وكولينج، الصلايبة حتى من غير ما تغسل بقك تدفق الصلايبة طول النهار وعمال تبلع وتتدفق وتبلع بينضف لك بقك، شيء جميل. وكولينج لو كلت حاجه سخنه الصلايبة بتبردها، يبقى ده بحرف السي. طيب كليننج بقى، عاوزين اكتر من موضوع نظافه بميه، في ثلاث حاجات في الصلايبة بتقتل البكتيريا. طبعا فيها اميونوجلوبولينز ايه، فاكر اللي هو السكريتوري اميونوجلوبولينز، اللي بقى سكريتد من البلاد وبيروح للسكريشنز، فسموه سكريتوري اميونوجلوبولين، اللي هو الاي جرى ايه لو كنت سمعته محاضرات سنه اولى. واللايسوزايمز اللي بيكسر البكتيريا، واللاكتوفيرين ده بكتيريوستاتيك، يعني يمنع تكاثر البكتيريا ما يموتهاش. اللايسوزايم يموتها، هو الاميونوجلوبولينز ايه، انما اللاكتوفيرين ده بكتيريوستاتيك، ستاتيك يعني يثبتها، يعني لا تتكاثر. الوظيفه اللي بعد كده دايجيشن، قلنا مين الانزيم الوحيد اللي مهم للدايجيشن، اللي هو السليفري اميليز او الالفا اميليز اللي هو التايلين، وده بيهضم الستارش ومالوش قيمه، لان في من هو اهم منه البنكرياتيك اميليز. ما احنا قلنا البنكرياس لوحده مش محتاج المهرجانات دي كلها، لوحده عنده كل حاجه هو. هنعيد الديد ديجلوتيشن البلع، ان هو بيسوفتن البولس الفود، يعني بيطري الاكل عشان تعرف تبلعها، يبقى ده ديجلوتيشن معناها البلع. طب ايه اكسكريشن للهيفي ميتالز، لما بيحصل الناس اللي بتشتغل في مصانع الرصاص او مصانع الزئبق وبيمتصوا زئبق ورصاص، ودي حاجه سامه جدا، بيتخلص منها الانسان في السلايفا، وبعدين بعد كده يبلعها وتنزل في الاستول، فبيعمل اكسكريشن للهيفي ميتالز. وعلى فكره ممكن نشخص التسمم بالهيفي ميتالز باننا نبص على اللثه، لانها بتعمل لون معين، لانها كنتيجه للسكريشن في الاكسكريشن في السلايفا. اف فاسيليتيتس ستيميليشن اوف تيست بادز، ان لازم الحاجه تدوب في السلايفا عشان تستيميليت التيست بادز، بدون السلايفا مش ممكن يحصل ستيميليشن للتيست بادز. جي فيها جروث هرمون يا اولاد، كلنا لاحظنا لما بتعض لسانك، تعض شفتك، تعض التشيك من جوه، من اكتر الحاجات اللي بتلتئم بسرعه جدا، ودي من روعه الخلق والخالق. ليه؟ لان تخيل فيها جروث هرمون بيساعد الجروث. وبعدين اتش هنعيدها مرتين. ووتر ريجوليشن، طبعا الثرست لما بينشف ريقك بتحس بالعطش فتشرب. وهيت ريجوليشن، زي ما بنبخر السلايفا في الحر زي ما بنبخر السويت جلاندز في الحر، اسف السويتنج مش السويت جلاند، زي ما بنبخر العرق في الحر بنبخر السلايفا. حتى الواحد يقول لك ايه، تعبير جميل قوي، يلهث من شده الحر، يلهث عشان يبخر السلايفا زي ما بيبخر السويت جلاندز. وقلنا اسف السويت،
وقلنا ان في حيوانات زي الكلاب في فقر المعلومات العامه ما عندهاش سويت جلاندز، فبتعتمد فقط على تبخر الصلايف. عشان كده ربنا عمل حاجتين، خلى لسانها طويل قوي عشان خاطر السيرفس السطح اللي بيتبخر منه الصلايف يبقى كبير، وخلاها تتنفس اسرع مننا، فعشان كده يسموها الحيوانات اللاهثة. يبقى دي طريقة جميلة يا اولاد في الفانكشنز اوف سلايفا عملها العبد الله، اللي هي A B C وبعدين 2 D F G وبعدين E F G وبعدين 2 H، يعني 3 وتعيد A B C وبعدين D D F E G وبعدين H H. حلوة يا اولاد؟ كويس، معقولة. زي ما بقول في طريقة واحدة تحفظ ومليون ينسوا، فبقول لكم بأسهل طريقة ازاي تفتكر 10 وظائف. تعال نقولهم تاني في عجالة من غير التفصيلات، تفصيلات يبقى رجع الفيديو. ايه؟ articulation التمصل هو الكلام، B buffer، C cleaning و cooling، وبعدين تعيد بقى digestion و deglutition. يبقى 1 2 3 وبعدين تعيد 4 5 نفس الكلام. E excretion للهيفي ميتالز، F facilitates the stimulation of test buds، G فيها growth hormone يساعد الالتئام، وبعدين تعيد water regulation and heat regulation. يعني 1 2 3 4 5 متكررة، 7 8 5 6 7 وبعدين تعيد، او اسف 5 اسف 6 7 8 وبعدين تعيد 9 و10. سهلة. articulation A articulation B buffer C cleaning و cooling، وبعدين تعيد digestion regulation، وبعدين E excretion F facilitates the stimulation of test buds G growth hormone وبعدين water regulation and heat regulation. في بعض الزملاء الافاضل يحبوا يغلسوا شويه على الطلبه، معي برضو نحاول نقول لك احنا بندرس بحيث نرضي جميع الجامعات وورد وايد. ففي تقسيمه تاني العشره يقول لك لا انت تقول لي بقى، يعني تقسمهم لي مجموعات، يعني يقول لك قول لي الفانكشنز اوف سلايفا ريجاردنج البروتكشن اوف اورال ميكوزا، يعني ازاي السلايفا بتحمي الفم. دول ثلاث وظائف A B C. A ان فيها انتي بوديز قلنا ولايسوزايمز وبتعمل واشنج بتغسل حاجات. B بافر لو في حاجه اسيدك، لو حاجه سخنه كولينج. يبقى ده ازاي السلايفا بتبروتكت الاورال ميكوزا. ساعات ناس غلسه ما يقولكش قول فانكشن اوف سلايفا، يقول لك قول لي ان وات واي السلايفا بتعمل بروتكشن اورال ميكوزا. طب ان وات واي بتعمل بروتكشن اوف يور تيث، يعني بتحمي سنانك، ان فيها بافر لان لو في اسيد هيدوب الكالسيوم. دي واحده فيها برولين ريتش بروتين. البرولين ريتش بروتين ده بيحافظ على المينا بتاعه الاسنان اللي هو الانامل من انها يحصل لها تسوس، يبقى بيبروتكت الانامل اوف ذا تيث. وبعدين الفلورايدز انت عارف الميه اللي بنشربها دي كلها بايلا بال 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 بالقانون حاطين عليها فلورايدز عشان ده بيحمي الاسنان. فالفلورايدز دي اللي بنشربها في الميه بتبقى سكريتد في الصلايفة وتحمي اسنانك، زي بالظبط معجون الاسنان محطين لك فيه فلورايد. لا وده اهم حاجه بتحمي الانسان هو الفلورايد، فموجوده في معجون الاسنان وحتى في الفقراء اللي ما بيستخدموش معجون الميه اللي بنشربها فيها فلورايدز، والفلورايدز دي بتبقى سكريتد في الصلايفة. يقول لك طيب قول لي ان وات واي الصلايفة بتعمل لوبريكيشن اند واتنج، عمليه تزييت. تخليني انا دلوقتي بتكلم articulation بتعمل عمليه تزييت لمفاصل البق عشان اعرف اتكلم، بتزيت الاكل عشان اعرف ابلعه ديجلوتيشن، وبعدين بتدوب فيها الحاجات عشان تستيميليت التيست بادز. والوظيفه العاشره يبقى 3 3 3 لو لاحظت اهو 9، والعاشره digestion فيها السليفري الفا اميليز. انا مش عاوز اضيع وقت طويل في الحكايه دي، قلتها لك بالطريقه الاسهل اي بي سي وتعيد دي دي وبعدين اي اف جي وتعيد اتش اتش. دي الطريقه الاسهل في مفهومي. طب في ناس بتحب ترزل على الطلبه يقول لك لا ما تقوليش بقى الاي بي سي دي، قول لي بقى ايه اللي في السلايفا بيبروتكت الاورال ميكوزا. ثلاثه افتكرهم، اي بي سي انتي بادز ولايسوزومز واشنج، وبعدين بي بافر، وبعدين كولينج. قول لي ايه اللي في السلايفا بيبروتكت التيث، ان فيها بافر تعادل الاسيدز عشان خاطر ما تدوبش الكالسيوم، فيها برولين ريتش بروتين، بروتين ريتش ان برولين ده بيحمي الانامل، الميه فيها فلورايدز بتبقى سكريتد في الصلايفه لحمايه الاسنان.
طب قول لي وظائفها ريجاردنج اللوبريكيشن والويتنج، ان انا بزيد بقي فاعرف اتكلم، ارتكوليشن، بزيد الاكل فاعرف ابلعه، ديجلوتيشن، وبعدين لما بتدوب بتعمل استيميشن تيست بادز، زائد اللي لوحدها بقى ما هو 3 3 3 يبقى 9، الدايجيشن عن طريق السليفري الفا اماليز اللي مش اي قيمه. طيب نيجي لاشهر سؤال في السلايفا، كنترول اوف سليفري سكريشن. بحب قوي القواعد يا اولاد، خلاص، كنترول اوف سليفري سكريشن. كل الجاسترو انستاينال سكريشن اللي هم هندرسهم، السليفري، الجاستريك، الانستاينال، البنكرياتيك، البايل، كل دول مفروض بيبتدوا نيرفس لان ده سريع ويكملوا هرمونال. يعني اي سكريشن مذاكر مش مذاكر لازم تاخد نمرة، ما تقولش ما قريتش ما عرفش. الريجوليتنج سيستم في جسمك اتنين، نيرفس رابيد وهرمونال سلو. فما يقولك ريجوليشن لأي حاجة تقول له نيرفس رابيد وهرمونال سلو، لازم يديك نمرة بالقانون، يديك نمرة لأنك في الاتجاه الصح. هوفر السلايفة، افتح ودنك، اللي هي موضوعنا النهاردة، stands as an exception. السلايفة دي استثناء لأنها بتبقى نيرفس فقط، لو قلت هرمون هتاخد صفر. واحد يقول لي ليه؟ تعال نفكر. البولس اوف فود بتقعد في فمك، كرة الأكل، مدة صغيرة جدا وبعدين تروح بالعها. ده غير الناس اللي بتزلط، يعني أساسا ما مضغش، لم يمضغ الأكل. يبقى هنا انت مطلوب السلايفة تطلع بسرعة لببطء. الفود stays very very short time in the mouth، يبقى مفروض السلايفة تطلع بسرعة ولا ببطء؟ بسرعة، يبقى لازم تبقى nervous، nervous only. يبقى في السلايفة والجاستريك والانستاينال والبنكرياتيك والبايل سكريشن، الخمسة اللي علينا أربعة منهم يبتدوا nervous ويكملوا هرمونال. تجميعة حلوة قوي، يبتدوا نيرفس كملوا هرمونال، تقولها كده وانت مرتاح، دم قرير العين. واحدة بس تقولها نيرفس اونلي، لو جبت سيرة هرمونال بيك زيرو اللي هو الصلايف. فهمت ليه؟ عشان الاكل بيقعد فترة وجيزة في الماوث. طيب هنجاوب السؤال ده، هنقسم الكلام الى حاجتين، هنتكلم على الانرفيشن والسليفر جلانز، ودي قراءة جديدة في صفحات قديمة خدناها في الاوتونومي، وهتتكلم على الريفلكسز. يبقى هتحط عنوانين، انرفيشن، مش انت بتقول نيرفس اونلي نيرفس اهي، يبقى تتكلم على الانرفيشن. ودي نوعان، بارا سمباثاتيك وسمباثاتيك، خدناه في سنه اولى، هتلاقي كل الكلام خدناه في اولى. والريفلكسز نوعان، يا كونديشن مشروطه يا ان كونديشن غير مشروطه. يبقى ده اشهر سؤال في السلايفا، سؤال اهم، كنترول في سليفر سكريشن، اتنين في اتنين، الانرفيشن اتنين، سمباثاتيك وبارا سمباثاتيك، وريفلكسز اتنين، كونديشن وان كونديشن. نبتدي بال بارا سمباثاتيك يا ولاد. فاكر قلت في سنة أولى العبد لله ممتن في شرحه للعصب السابع الفيشيال والتاسع، دول بسميهم أخصائي اللعاب، لما قلت لكم مايسترو الجهاز الهضمي هو الفيجاس، اللي فاكر في الاوتونوميك، مايسترو اللي بيشغل الجهاز الهضمي كله هو الفيجاس، تاركا النهايتين. يبقى اللي بيشغل كل الجهاز الهضمي هو الفيجاس، سايب النهايتين، النهايه العليا اللي هي الغدد اللعابيه، العصبين اللي هم السابع والتاسع اللي قلت انا ممتن ليهم، لان اهم وظيفه للسلايفا مش الدايجيشن اللي بعمله دلوقتي، الارتكيوليشن سبيتش. فعشان كده عصبين يطلعوا السلايفا، السابعة وتسعة فيشل جوست فارينجي شغلوا السليفر جلانس، والجزء السفلي في الجهاز الهضمي ده سبناه للبلفيس اللي هي الديستال هاف اوف لارج انتستين والريكتوم. يبقى مايسترو الجهاز الهضمي كله هو الفيجاس اللي واخد كل الجهاز الهضمي.
تاركة النهايتين، النهاية العليا لل سليفر جلانز بياخدها الفيشل جلوسوفارينجل 7 و9 اللي انا ممتن ليهم في 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 شرحي، ما اقدرش اشرح من غير 7 و9. كل يوم اقول ثانك جاد لان في 7 و9 بيدفقوا الصليب فاعرف اتكلم، اعرف اعمل ارتكوليشن. اول وظيفه بالايه ايه ارتكوليشن، واهم وظيفه. والجزء السفلي بيشتغل بالبلفس. فيبقى الباراسمباتيك سبلاي بتاع السليفر جلانز هو مين؟ 7 و9. طب مين اسم؟ تقول لي اسم النيوكلياس واسم الجانجليا. الاول نقول ان سبعة يعني فيشيال، فعن طريق الكوردا تيمباني فيشيال في وشك قدام يدي الاثنين قدامين الساب لينجوال من تحت اللسان والساب مانديبولار تحت البند. اما تسعة جلوسو فارينجيال هو ورا يدي اللي ورا الباروتيد. يبقى سبعة اللي هو الفيشيال عن طريق الكوردا تيمباني يدي الساب والساب، حتى لطيفه في الحفظ، ساب لينجوال وساب مانديبولار. اما الجلوسو فارينجيال يدي البروت. ما تنساش الفيشر عن طريق الكوردا تمبري بتاخدوها في الاناتومي. قول لي بقى اسم النيوكليس واسم الجانجليون. ما هو البري جانجليونيك بيبتدي من النيوكليس والبوست جانجليونيك بيبتدي من الجانجليون. هنا الاسماء لذيذه جدا وسهله جدا. التو نيوكلياي اسمهم سبعة سوبيرو سليفر نيوكليس وتسعة تحته فيسموها انفيرو سليفر نيوكليس. يبقى سبعة طالع من السوبيرور وتسعة من الانفيرور سليفر نيوكليس، ده بيطلع منهم البري جانجليونيك. طب ريلي فين؟ كنا قلناها بطريقة جميلة قوي قوي. اللي بيدي الصب، اللي بيدي الصب لينجوال والصب مانديبولار ريلي في جانجليون اسمها صب مانديبولار جانجليون. ليه صب مانديبولار؟ لأن قلت لك صب مانديبولار هي الأهم. 70% من إفراز الصليبة من الصب مانديبولار اللي هي ميكسد. فبيريلي في جانجليون اسمها صب مانديبولار. طب وقلنا اللي بيدي الباروتيد الجار اذنيه بيريلي في جانجليون اسمها اوتيك الاذنيه. اللي يدي الصب فاكر كنا قلناها كده ريلي في الصب، واللي يدي الباروتيد ريلي في الاوتيك. يعني ماشي، حتى اللي يدي الصب ريلي في الصب واللي يدي الباروتيد ريلي في الاوتيك. ده الباراسمباثيك. طب ايه وظيفه الباراسمباثيك؟ هي دي الاساس في السكريشن يا اولاد، هي دي اللي بتطلع الووتر سكريشن اللي هو هاي الالكترولايتس ووتري، لكن ما فيهوش اورجانيك كتير، فيهوش غير حاجه مهمه اللي هو السليفر اميليز بتاع الستارش اللي هو قلنا مش مهم قوي، بس هو اهم الحاجه في السلايفا اللي هي مش مهمه. طب وقلنا ادام سكريشن بتدفق كده يبقى لازم ابقى معاه فازودايليتيشن. هو في سكريشن بدون فازودايليتيشن؟ لازم ابقى معاه فازودايليتيشن. هنا بقى المفاجاه اولاد ان الفازودايليتيشن باراسمباثيك قلنا بيشتغل بالاستالكولين. ادي تاني مره تتزلزل الثوابت. تزلزلت في المحاضره الاولى لما قلنا الفيجاس كان بيطلع جاسترين بجاستريك بيبتايد، فاكرين يعني جاستريك سكريتين بيبتايد. هنا بقى الفازودايليتيشن مش بس بالاستالكولين اللي هو المعتاد بالنسبه للبار، انما بالفازو اكتيف انستال بيبتايد. هنا مش هرمون، هنا كيميكال ترانسميتر يساعد الفازودايليتيشن. طيب نيجي للسمباثاتيك. برضو السنتر بتاع السمباثاتيك سوبيرو انفيرو سيفر نوكليا. كنا قلنا يا اولاد السليفر دي موجوده في ليلة النك، اللي فاكر قراءه جديده في صفحات قديمه. كنا قلنا السمباثاتيك ربنا اعتمد الاعداد الزوجيه 2 يا 4 يا 6. الهيدا نك اصغر حته في الجسم، هي صغيره مقارنه بالباقي كبير، تاخد بعصبين بس. الثوركس والبلفس بأربع أعصاب، الأبدومين بست أعصاب. فإذا الهيدا نيك بتاخد منين؟ من السمباثاتيك بيطلع من الثوراك ولمبر، دي أصغر حتة يبقى اتنين بس، لأن ربنا السمباثاتيك بيدي جزء في الجسم يا بعصبين يا بأربعة يا بستة. راجع محاضراتي في الأوتونوميك اللي ما سمعهاش معايا يفهمها كويس قوي. يا اتنين يا أربعة يا ستة سمباثاتيك، السمباثاتيك بيطلع من الثوراك ولمبر. عاوز تغذي هيدا النك ولا ثوركس ولا ابدون ولا بيلفس؟ كل مربوط على قد دمه، اكبر حاجه الابدون يبقى 6، الثوركس والبيلفس يبقى 4، طب اصغر حاجه الهيدا النك تبقى 2. طب بالعقل هيدا النك اعلى حاجه يبقى اخد من ابر تو ثوراسك يبقى 2 اللي هم اعلى 2، وريلي في اعلى جانجليا اللي هي السوبيرور سيرفايكال جانجليا، ويروح يغذي السليفر جلاندز.
البري جانجليونيك طالعه منين؟ طالعه من اللاترال هورن سيلز اوف ثراسيك 1 و2، والبوست جانجليونيك طالع من السوبيريو سيرفايكال جانجلي ويغذي الجلاندز دي. طب ايه الفانكشن بقى؟ اعكس هنا فيسيد سيكريشن، يبقى مش محتاجين دم كتير، فعشان كده بيعمل فازو كونستريكشن. فيسيد سيكريشن ده بيبقى سمول اماونتس، كميه صغيره، يبقى مش عاوز دم كتير، يبقى بيعمل فازو كونستريكشن. وطبعا هو ليه فيسيد؟ عشان ريتش ان اورجانيك اللي هو ميوكس. وعشان يطلع يا اولاد في بعض الجامعات يقول لك ان السيمباثيتك له وظيفه ثالثه، بيعمل كونتراكشن للمايو ايبيثيليال سيلز، يعني حوالين الاسيناي في خلايا عندها قابليه الانقباض تعصر عشان تطلع الميوكس، اسمها مايو يعني زي الماسل ايبيثيليال سيلز. ففي بعض الجامعات يقول لك في وظيفه ثالثه فازو كونستريكشن فيسيت سيكريشن. طب ازاي هيطلع الفيسيت سيكريشن ده؟ حاجه لزجه، يبقى لازم نعصر الغده، يبقى لازم يبقى في خليه عندها مقدره انقباض تقدر تنقبض، يسموها مايو ايبيثيليال سيلز. ده الانرفيشن، وهي الحقيقه ما كانش صح اقوله خالص، ان ده مفروض ان انا في قايله في محاضرات الاوتونوميك، لكن قلنا قراءه جديده في صفحات قديمه. يبقى الباراسيمباثيتك بتاخد، اوعى تنساهم 7 و9. انا ممتن لما قلت لكم 100 مره في شرحي للعاب اللي بيطلع باللوتري ل7 و9، الفيشل عن طريق الكوردا تيمبري، و9 اللي هو جلوسوفارينج. طيب البريجانجليونيك طالع منين يا اولاد؟ قلنا طالع من السوبيريور سليفري نيوكليس والانفيريور سليفري نيوكليس، 7 من السوبيريور سليفري نيوكليس و9 من الانفيريور سليفري نيوكليس. طب وبيريليه فين؟ 7 بيدي الصب والصب يريليه في الصب مانديبولار جانجليون، 9 بيدي الباروتيد يريليه في الاوتيك. وقلنا عيد تلخبطها، 7 يعني فيشل يبقى يدي الاثنين اللي قدام الصب والصب. انما جلوسوفارينجال الفارنج بتاعك ورا ورا، يبقى يدي اللي ورا اللي هي الباروتيد، وده ايه في الاوتيك، وده الاساسي الباراسيمباثيتك، ده بيعمل ووتر سيكريشن ميه بالهبل، يبقى عاوز دم بالهبل فازو دلتيش. بس قلنا هنا مش بس بالاستالكولين والفازو اكتيف انستان بيبتايد ككيميكال ترانسميتر، ووتر سيكريشن في اورجانيك قليل بس في السليفر اميليز. السيمباثيتك قلنا بتاع الهيدا نيك سليفر لانس الهيدا نيك، يبقى ياخد من اثنين بس تراسك 1 و2 يطلع من لاترا هورن سيلز، وريلي في اعلى جانجليا السوبيريور سيرفايكال جانجليا، ويعمل فيسيت سيكريشن يبقى كميته قليله، ريتش الاورجانيك يبقى مش عاوزين دم كتير، يبقى معاه فازو كونستريكشن. وعشان تعصره بنعمل ايه يا اولاد؟ قلنا كونتراكشن في الماي كتير سيلز. كده خدت نص السؤال، نيجي النص الثاني. يوجد نوعان من الريفلكس، يا كونديشنت يا ان كونديشن. هنا هنعيد الكلام ده باذن الله في الثلاث اربع محاضرات بتاعه الدايجيشن، هي فعاوز هياخدوا شويه وقت النهارده عشان تحفظوا. كونديشن ريفلكس ده بيبقى اكوايرد، يعني مكتسب، ما تتولدش بيه. واكتر واحد درسه في العالم راجل بتاع فيسيولوجي راشن روسي اسمه ايفان بافلوف. ايفان بافلوف عمل تجربه، بس طبعا تجربه كانت يعني احنا هنقول بس بدايتها، لان هو خد فيها جائزه نوبل برايز في سنه 1904. ايفان بافلوف راشن روسي فيسيولوجيست بتاع فيسيولوجي، عمل تجربه الكلاسيكال كونديشننج دي اللي هي خد فيها جائزه نوبل في سنه 1904. قلت انه لو جبنا كلب وحطينا له اكل مفروض بيعمل سالايفيشن، اهو سالايفيشن. لو كل مره بنجيب له الاكل بنضرب له جرس، فباي تريننج بالتمرين، عشان كده قلنا اكوار مكتسبه ما بتولدش بيها، بنمرنه عليها. كل مره بنجيب له اكل بنضرب الجرس، كل مره نجيب له اكل نضرب الجرس. فلو في مره ضربنا الجرس بس وما جبناش اكل، وهو عارف الجرس ارتبط بالاكل في السيريبرال كورتكس، يحصل له سالايفيشن. دي اسمها كونديشن ريفلكس او اكوارد، وحكيت لكم في المحاضره الماضيه انه انا كنت بفكر وازاي الراجل عمل التجربه دي، وحكيت لكم القصه انه كان عنده خادم برجل خشب، وكان عنده كوريدور في البيت طويل، فقاعدين هما الثلاثه هو
وخادمه والكلب. فيقول الخادم روح هات الاكل للكلب، وقع بيراقب الكلب لان كل مره يقوم الخادم بتاعه يجيب الاكل يلاقي الكلب بيطلع صلايب. قال ايه ده؟ هو الكلب بيفهم احنا قلنا ايه؟ ففكر بذكائه ان ربما صوت رجل الراجل طرق، صوت رجله في الكوريدور ارتبط في ذهن الكلب بانه هيجي اكل بعد دقيقه، فعشان كده بيحصل له صلايبيشن. طب حب يتثبت ويتاكد من هذه التجربه فغيرها بالجرس، كل مره يجيب اكل يضرب جرس، يجيب اكل يضرب جرس. فباي تريننج ارتبط الجرس بالاكل فين؟ في السريبرا كورتكس. خلاص ضربت الجرس بس يحصل له صلايبيشن. واحد من اهم التجارب خد فيها جائزه نوبل لانها لها تطبيقات حتى في تربيه الاطفال في السيكولوجي، الايفان بافلوف ده خد جائزه نوبل في 1904. طيب واحد يقول احنا مالنا مال الكلام ده؟ مالنا؟ حضرتك لو قاعد في بيت طلبه او حضرتك في بيت طالبات، اول ما يحطوا الشوك والسكاكين والصحون او حتى في البيت انت قاعد بتذاكر زي الكلب بالظبط بس من غير جرس، شوك سكاكين صحون، يبقى في اكل يتدفق اللعاب، وايفن في جرس في بعض، سمعت في بعض بيوت الطلبه والطالبات بيضربوا لهم جرس الاكل، او بيضرب جرس الاكل كله يسيل اللعاب بتاعه. يبقى بالهيرين احنا بقى هنشرحها بطريقه الطف حتى. سايت تحفظ بقى دي لان هنقولها باذن الله في كل محاضره. السايت منظر الاكل يسيل له اللعاب. سميل رائحه الاكل كده داهمتك رائحه طبخه حلوه من الناس اللي فوقك انت مش هتشوفها في حياتك، تلاقي لعابك سال السميل. هيرينج سماع صوت تحضير المائده يسيل له اللعاب. ايفن وانت قاعد كده فكرت في اكله حلوه، ثينكينج اوف فود ده يستيميليت السيرفا كورتكس، يشغل السليفري نيوكلياي سوبر انفيرير سيرفا نيوكلياي، يعمل سليفيشن. الاكلاشيه ده يا اولاد هقوله في الاربع محاضرات اللي باقيه في الجي اي تي. في كل مره اقول الكونديشن ريفلكس هقول الرباعيه دي. سايت سميل هيرينج اند ثينكينج. منظر الاكل، رائحه الاكل، صوت تحضير الاكل، التفكير في الاكل يستيميليت السيرفا كورتكس، يشغل السيرفا نيوكلياي تطلع سلايفا. طيب نيجي حاجه تانية. الهايبوثالاموس كنا قلت لكم في المحاضرات بتاعه السنه الاولى كل الستات موجوده تحت السرير. هايبوثالاموس يعني تحت المهاد اللي هو سرير الطفل. كل المنظمات الابيستاب منظم الشهيه، ثيرموستات منظم الحراره هناخده في الميتابوليزم باذن الله، الجلوكوستات منظم الجلوكوز، كل دول في الهايبوثالاموس. لما قلنا حاجه جميله جدا لما يسالك اي ستات اي منظم في الجسم موجود تحت الهايبوثالاموس، حتى قلت خدوا بالكم انا ما بقولش ستات بقول ستات. كل الستات مش الستات، الستات يعني المنظمات تحت السرير في الهايبوثالاموس. فمنظم الشهيه ابيتايت يعني شهيه، الابيستات اللي في الهايبوثالاموس اهو هيحصل ايه بقى؟ التيست والسميل ارياس في الكورتكس او الاميجدالا اللي هي اللوزه يبعتوا يستيميليت الابيستات اللي هو منظم الشهيه، ياثر في السليفا نيوكلياي يعمل سليفيشن. عشان كده قلنا رائحه الاكل يا اولاد وطعم الاكل بيؤثر في كميه السلايفا. بتاكل اكل معتبر له طعم حلو ورائحه كده ذكيه جميله تشغل الابيستات تطلع سلايفا، وفي بعد عنك طعم وروائح توقف الابيستات تقلل السلايفا. ده اسمه كونديشن ريفلكس. طيب نيجي بقى الانكونديشن. انكونديشن يعني غير مشروط. ما هو كونديشن يعني مشروط، لما اقول لك انا هروح معاك السينما اون كونديشن ذات بشرط، يبقى كلمه كونديشن في اللغه يعني ايه؟ مشروط. عاوز تريننج لازم تتمرن عليه، عشان كده قلنا مكتسب اكواير. وعاوز يبقى عندك سيربا كورتكس عشان تربط فيه. لو شلنا من الكلب السيربا كورتكس الكونديشن ريفلكس ضاعت. فاوعى تنسى الكونديشن بحرف السي تعتمد على الكورتكس بحرف السي، وهي اكوايرد، الربط بيحصل في الكورتكس. طب نيجي الانبورن بقى. قلت لو جبت جرو لسه مولود ما تمرنش ولا حاجه،
جارو يعني كلب صغير لسه ان بور مولود دلوقتي. حط اكل ببقه غير تمرين من غير حاجه من غير سيما كورتكس. الاكل ده استيميليت التيست بادز اللي هي متصله بمين قلنا خدناها بقى التيست بادز او لسه ما خدناهاش في السبيشال سنس. التيست بادز في اللسان متصله بالفيشر جروس فارينج بروسيفا جلاندز يشغلوا السليفا النيوكلياي يطلع صلايفا. مش عاوزه لا تمرين. يوم يولد الكلب بيولد عنده هذا الريفلكس. ما فيهوش شروط. ان كونديشن يعني مش مشروط. ان بور يعني مع الولادة. فالتيست ريسبتورز عن طريق العصب التاسع والسابع يطلعوا صلايفا. طيب لو عملت ستيميليشن للثيرمال والتكتايل ريسبتورز اللي في الفم. طب دول بقى جنرال ريسبتورز يبقى يتصلوا باني عصب اللي هو بتاع الجنرال سنسيشنز. انتوا عارفين احسن مني مين السنسوري نيرف بتاع الهيد نيك اللي هو جنرال سنسيشن مش سبيشال ترايجنرال. فالثيرمال والتكتايل عن طريق الترايجنرال يطلعوا صلايفا. طالب مره سالني سؤال لطيف. طب طبعا الاكل يشغل التيست ريسبتور يطلع صلايفا شيء مفهوم. انما يعني ايه الثيرمال والتكتايل دي؟ قلت له عندي مثالين لطاف جدا. مش احنا قلنا يا اولاد من ضمن وظائف الصلايفا هي الكولينج؟ يبقى لما اشرب حاجه سخنه يعني لساعتك يبقى شغال الثيرمال ريسبتور عن طريق الترايجنرال طلع صلايفا ليه؟ عشان تبرد. ده من ضمن وظائفه الكولينج. طب واحد قال لي طب الثيرمال حلوه شرحتها. طب التكتايل قلت له عندي شرح احلى فيها. بحضرتك تروح للراجل بتاع الاسنان طبيب الاسنان وبيحط الهاند انسترومنتس الالات اللي بيشتغل بيها جوه بقك. لو مفيش كميه سلايفا ضخمه وفلت منه احد الالات دي ممكن يعورك في بقك. لكن بسبب ان السلايفا كميتها كبيره حتى لو حصل زحلقه بسيطه لاحد الالات بتاعه الاسنان ما بتتعورش. زي بالظبط لما واحد يقول لي بيحلق وتحط حاجه تطري وشك ما تتعورش بالموس. لكن لو حاولت تحلق على الناشف تتعور. فشوف الروعه. اول ما الراجل يحط الهاند انسترومنتس بتعمل ايه؟ ستيميليشن للتاتش تاتش ريسبتور تكتايل عن طريق الترايجنرال تطلع سلايفا. سبحان الله وراء الخلق قوه عاقله نسميها الله. طب نمرة ثلاثة في الانكونديشن يا اولاد اهي اللي هي الاخر الاستومك والابر انتستين واللور اسوفيجس اللي هو ما حولهم بسميهم استومك وابر بارت وسمول انتستين حتى واللور بارت الاسوفيجس في بعض الكتب. المنطقة دي كلها يا اولاد قلنا بتبقى سبلايد بانهي عصب قلناها في سنة أولى بالفيجاس اللي هي العصب العاشر تطلع صلايفا. واحد يقول طب هتشرح لنا ازاي دي بقى؟ سهل قوي يا اولاد. لو انت اكلت حاجه سبايسي ولع في يعني حاسس بحرقان في بقك. طب انت فبتخلص منها تبلعها. هو انت الحاجه المولعه دي اللي بلعتها اللي هي فيري سبايسي تفتكر لما نزلت في المعده واللور اسوفيجس والابر انتستين انت مش حاسس لكن 100% عامله لهم اريتيشن. طب انت لما حاجه بتبقى سبايسي بتعمل ايه؟ بتشرب ميه عشان تخفف هذا الاريتيشن. طب ما احسن ما تشرب ميه تتدفق سلايفا اكتر تبلعها هتخفف الاريتيشن. سبحان الله. فالثلاث حاجات دول التيست ريسبتورز 7 و9 الجنرال ريسبتورز في الفيس اللي هو الثيرمال والتكتايل ب5 الترايجنرال والاستومك وما حولها اللي هي اللور اسوفيجس والابر انتست اللي حصل لهم اريتيشن يبقى عن طريق الفيجاس. دول بيستيميليت السليفر نيوكلياي تطلع سلايفا. يبقى اتكلمنا على الكونديشن في نقطتين السريبرال كورتكس والهايبوثالامس. والسريبرال كورتكس اقولها تاني الرباعيه المشهوره منظر الاكل رائحه الاكل سماع تحضير الاكل التفكير في الاكل يشغل الكورتيك يشغل السليفر نيوكلياي. طيب التيست والالفاكتوري ارياس في السليفر كورتكس يشغلوا الابيستات في الهايبوثالاموس يشغل السليفر نيوكلياي يطلع سلايفا. دي اكواير مكتسبه. انما التانيين انبور تولد بيها. يوم تولد الاكل يشغل التيست بادز عن طريق 7 و9 تطلع سلايفا. الحاجه السخنه الحاجه اللي تلمس بقك عن طريق الترايجنرال تطلع سلايفا.
الحاجه اللي تعمل لك اريتيشن للمعده وما حولها لور اسوفيجس وابر انتستين عن طريق الفيجاس تعمل لك صلايفا. انا عاوز بقى في شويه نقاط هنا مهمه قوي يا اولاد تبقى عارفها في الام اس كيو. انا حافظ الاسئله وورد وايد. ايه الفرق بين الكونديشن والانكونديشن؟ اول فرق عد معايا ان الكونديشن مشروطه تحتاج الى شيئين تريننج وسيريبرال كورتكس، بينما الانكونديشن من اسمها انكونديشن ملهاش شروط، لا عاوزه تريننج ولا عاوزه سيريبرال كورتكس. خلاص النقطه الثانيه، طب طالما دي عاوزه تريننج يبقى ما بنتولدش بيها، تبقى اكوايرد، انما دي مش عاوزه تريننج تبقى امبور نتولد بيها. النقطه الثالثه وهي الاهم في الام اس كيو يا اولاد، ان ريسبتور في حاله الكونديشن موجوده اوتسايد ذا جات، بره الجاسترو سايد تراك، منظر الاكل، رائحه الاكل، صوت تحضير الاكل، يبقى ده هيرنج ريسبتور اوبتيك او فيجوال ريسبتورز سميل ريسبتورز مش موجوده في الجات. انما خد بالك في التنين التيست ريسبتورز والتاكتايل والثيرمال والاريتنت ريسبتور في الاستومك، كل دي موجوده انسايد ذا جات. يبقى كام فرق يا اولاد بقى؟ ده الاسئله الام اس كيو بعد ما شرحناها، ايه الفرق بين الكونديشن والانكونديشن؟ دولهم تاني، من اسمها كونديشن يعني مشروط، يبقى في شروط، قول الشروط. شروط لازم تبرر عليها تريننج، ولازم يبقى عندك سيبا كورتكس، يبقى الناحيه الثانيه لا عاوزه تريننج ولا عاوزه سيبا كورتكس، عشان كده قال انكونديشن. طب النقطة الثانية حصيلة الأولى يعني تستنتجها من الأولى، طب عاوزة تريننج يبقى ما تولدتش بيها لازم أتمرن، يبقى أكوايرد، إنما الثانية هتبقى إمبور، مش عاوزة حاجة يبقى إمبور يعني واتولدت بيها مش أكوايرد. النقطة الأهم يا أولاد إن دي قلنا ريسبتورز أوتسايد ذا جات اللي هو قلنا الهيرنج والسميل والتيست والكلام ده، إنما هنا ريسبتورز إنسايد ذا جات، يبقى دي أوتسايد ودي إنسايد ذا جات. ده اهم سؤال في سلايفا، وكده خلصت سلايفا وادخل على السوالوينج وننهي المحاضره دي. اوعى تنسى تاني الكنترول اوف سليفر سكريشن، ايه اهم كلمه والا هنتظرك الصفر؟ نيرفس اونلي، اوعى تجيب سيره حاجه غير نيرفس. الاكل بيقعد فتره وجيزه في البق يبقى لازم يطلع بسرعه، ذا فود ستيز فور ا فيري شورت تايم ان ماوث، يبقى لازم تطلع السلايفا بسرعه. وبعدين هتشرح اتنين في اتنين انرفيشن، مش انت بتقول نيرفس؟ اشرح الانرفيشن، سمباثاتيك وبارا سمباثاتيك. تقول لي اسم النيوكليس اللي طالع منها العصب واسم الجانجليون اللي بيتغذى، يبقى لازم تقول لي في كل واحده النيوكليس والجانجليون. سهله جدا. والوظائف طبعا، بعد كده تقول وظائف البارا سمباثاتيك دي الووتر سكريشن، ويبقى كميه بالهبل، يبقى عاوز دم بالهبل يبقى فاز دايلتيشن. انما السمباثاتيك فيسيت سيكريشن كميه قليله، يبقى مش عاوز دم كتير يبقى فازو كونستكشن وممكن كونتراكشن في الميوكليال سيلز. وبعدين تقول ريفلكسز نوعان، دي هنعيدها في كل محاضره، هي كونديشن دي ان كونديشن. الكونديشن قلنا كونديشن عاوزه تريننج وسيبا كورتس وعليه اكوارد والريسبتور اوتسايد ذا جاب، دي التلات نقط الاساسيه. وتشرح الرباعيه بتاعت سيبا كورتكس، منظر الاكل، رائحه الاكل، صوت تحضير الاكل، التفكير في الاكل، تعرف تحفظهم؟ ادي قلتهم بعربياتنا. المنظر والرائحه وسماع تحضير الاكل والتفكير في الاكل، يشغل الكورتكس شغل السيبا النوكليار. طب التيست والالفاكتوري ارياس في الكورتكس شغله الشهيه الابستات اللي هو منظم الشهيه في الهيبوثالاموس، يشغل السيبا النوكليار حسب بقى الطعم والرائحه تشجع ولا لا تشجع. الانكونديشن حطيت ثلاث عناوين مش عنوانين. الاهم التيست ريسبتور بايه؟ بسبعه وتسعه. دول سبيشال سنسز متصلين في اللسان بسبعه وتسعه. اما الجنرال ريسبتور في الفيس اللي هو حاجه سخنه، حاجه لمست بقك، يبقى ثيرمال تاكتايل، دي بالجنرال. مين السنسوري نيرف اوف ذا فيس؟ تراجيمينال. طب لو نزلت تحت بقى استومك وما حولها ابر انتست اللور اسوفيجس حصل لها ارتيشن يبقى ده فيجس. دول شغلوا السيفر نيوكليار. وقلنا ان هم مش عاوزين شروط وعليه امبورد والريسبتورز انسايد ذا جاب، ده في الام اس كيو. السؤال الاخير يا اولاد، سؤال البلع وهو الاشهر في هذه المحاضره. سوالوينج او ديجلوتيشن، يعني السؤال كلمه سوالوينج معناها بمعنى اخر ديجلوتيشن،
البلع ده 3 ستيجز يا ولد. في بقل اللي هو الفم، حتى منها جت كلمة بق. بق دي مش لغة عربية، ده احنا خدناها من الاستعمار الانجليزي، بق بقل يعني الفم. ثم فرنجيا البلعوم، ثم اسفجيا الفيز. يبقى لما يجي لك swallowing agglutition لازم تشرح 3 stages: بقل، فرنجيال، واسوفيجيال. لا أجيع سر، عمره بيجي سؤال كامل يبقى طويل شوي، بيجي لك يا فرنجيال يا اسوفيجيال فيز بس، ده اللي بيجي. سنتر، مركز البلع موجود في المظلة وفوق البيعة lower pons. لو جالك مظلة بس صح، فوق البيعة lower pons. تاني نقطة، البكال فيز ده هو الوحيد اللي فولانتري، اما الفارنجيال والاسوفيجيال انفلاب. انا اقول لك طريقة لا تنسى. الجات يا اولاد، القناة الهضمية كلها انفولانتري لا ارادية، مفيش فيها حاجة فولانتري غير في النهايتين بس، النهاية العليا اللي هو البكال فيز. يعني انت تتحكم اراديا في الاكل، تبلع او تبلعش، طول ما الاكل ببقك حقك تبلع او تبلعش، فولانتري. وانس ترك الفم ينطبق اغنية عبد الحليم على حسب الريش، الريح ماشي ولا بيدي، ماشي ولا بيدي، على حسب الريح. خلاص كله انفولانتري. تقابلها هناك في الاخر خالص في اللور انال او الاكسترنال انال سفينكتر اللي بره، يعني الانترنال انال سفينكتر انترنال انفولانتري، علمتها لكم في سنه اولى. الاكسترنال هي دي اللي فولانتري، بتمسك نفسك ما تنزلش حاجه. ده سؤال مهم جدا في الام اس كيو يا اولاد. يبقى ما فيش حاجه فولانتري في الجت غير في النهايتين، النهايه العليا اللي هي البكال فيز والسوالوينج، والنهايه السفلى اللي هي external anal sphincter. تجميع رائعة، اي حاجة ما بينهم بدون تردد involuntary. احب التجمعات قوي يا ولاد، اهم من ان احنا نقعد نقرأ مع بعض. ما بين النهاية العليا والنهاية السفلى على حزب الريح ماشي ولا بيدي، على رائع عبد الحليم حافظ. طيب نمسك البكة الفيز اللي ما بيجيش، اللي هو الوحيد اللي volunteer، الوحيد اللي volunteer في الام اس كيو ما يجيش غير ان هو volunteer. حضرتك هتحط كرة الأكل على اللسان اهي، البولس هتحطها على اللسان، وبعدين عاوزك ليه أشرح؟ أنا وأنا بشرح عاوزك تعمل ابلع ريقك، هتلاقي لسانك طلع لزق في حلق الفم. اللسان بيتحرك upwards and backwards، لاحظوا كده، أنا هبلع ريقي وأنتوا بلعوه معايا. هتلاحظ اللسان طلع upwards and backwards عشان كده يزق اهي. بصوا اللي هيحصل، مش عارف اللي هنا التانك upwards and backwards against البلت، وبعدين ده الجزء الاولاني، هتلاقي البولس فود عضلات زورك انقبضت رميتها في الفارينكس. البولس is squeezed في الفارينكس بالcontraction of myelohyoid muscle. يعني بص لي عليك، هتلاحظ حاجتين، هتلاحظ النص الاولاني يعني غش قانوني، هو طبعا ما بيجيش البكال فيز. نص الاولاني تلاقي لسانك طلع لفوق والورا، يبقى upwards and backwards. وراها تلاقي عضلات زورك انقبضت، المايلهود زقت البولس على الفارنكس. يبقى البكال فيز اللي هو فولانتري عباره عن خطوتين تعملهم، ممكن لو من غير غش مشروع، ابلع عليك. الطنج طلع لفوق اند باكورز فولوب باي كونتراكشن اوف مايلوهيويد، زقت البولس على الفارنكس. نيجي بقى الفارنجيال فيز، ده اهم واحد بيجي. فارنجيال فيز ده انفولانتري وبياخد 1 to 2 seconds. هنا بقى بقول على انتهاء الاجيال ان البولس اوف فود هاز 1 out of 4 ways. هي في حيث بيس البولس اوف فود اهي، البولس فود عندها سكة من 4 ممكن تدخل في النوز، وده غلط.
ترجع تدف الاكل تاني من بقك، وده غلط. او يدخل الاكل في الحنجرة وتشرق، وده مش غلط، اكبر غلط. الصحيح انها تدخل في الفارينكس ومنها الابر بارت اوف الاسوفكس. يبقى ذا بولس اوف فود هاز وان اوت اوف فور ويز تو تشوز، وصادها سكة من اربعة لازم تختار واحدة فيهم. فهتختار مين؟ الفارينكس. عيب انها تدخل في النوز او في الماوث او في اللارينكس. قلت في احسن العائلات لو انت ضحكت على الاكل ممكن تحصل مسارات التاتا الخطأ. رزاعه تدخل في مناخيرك، تتف الاكل قصاد الناس بس خرب في الماوث، تشرق في اللارينكس. يبقى عاوزين ما نضحكش ونعمل ريفلكس مظبوط، نقفل النوز والماوث واللارينكس. بنقفل النوز ازاي؟ باي اليفيشن سوفت باليت. اهي الرسم سوفت باليت، تعرف الباليت اللي هو سقف الحلق، في جزء اللي قدام بيبقى هارد، في ورا كده لحميه صغيره اسمها سوفت باليت، تقفل النوز. فبنقفل النوز باي اليفيشن سوفت باليت. طب بنقفل الماوث ازاي؟ احنا كنا رافعين التانج، مش كنا حركناه ابوردز؟ باي اليفيشن اوف تانج زائد كنا عاملين كونتراكشن في المايلوهايويد لو كنت فاكر. طب نقفل اللارينكس ازاي؟ انتوا بقى بتقولوا ان الابيجلوتس لسان المزمار بينزل يغطي اللارينكس، غلط. اللارينكس هي اللي بتطلع له. Elevation of larynx to be covered by epiglottis. وعاوز تيز غش مشروع، انت قعد كده حط صباعك على الحنجره وابلع رياك. اهي شفتوا اللارينكس تطلع لفوق. To be covered by epiglottis، مش هي اللي نزلت له. زائد closure of the glottis، الاحبال الصوتيه بتقرب لبعض. زائد بنوقف النفس، ابنيا، swallowing ابنيا. لو خدت نفس، النفس بيشد الاكل زي الفاكيوم، زي المكنسه بالكهرباء. طالب قال يا دكتور ناجي ما عندكش طريقه حلوه تحفظنا بيها؟ طبعا عندي طريقه 100% عندي طريقه. بقفل نمره واحد بواحد، النوز بواحد، نمره اثنين الماوث بطريقتين، نمرة ثلاثة وهي الأخطر اللارينكس لأنها هي الأخطر بثلاث طرق، وأول كلمة فيهم التلاتة هي باللون الأحمر كلمة إليفيشن. فبقفل النوز باي إليفيشن أوف سوفت باليت، بقفل الماوث باي إليفيشن أوف تانج زائد كونتراكشن أوف مايلوهايوي، بقفل اللارينكس باي إليفيشن أوف لارينكس تو بي كفر باي إبيجلوتس زائد كلوجر اوف ذا جلوتس دايت ابني. مفيش احلى من كده. يبقى بنقفل النوز نمره واحد بواحد، الماوث نمره اثنين باثنين، اللارينكس نمره ثلاثه بثلاثه، واول كلمه فيهم يا اولاد هي كلمه ايه؟ اليفيشن. بنقفل النوز مره ثالثه باي اليفيشن اوف سوفت باليت، الماوس نمرة 2 باتنين Elevation of tongue زائد Contraction of myelohyoid اهي اللي هي فوق. بنقفل اللارينكس باي Elevation of larynx، مش الإبيجلوتس اللي بينزل لها، اللارينكس اللي بتعلاله to be covered by epiglottis زائد الأحبال الصوتية تقرب Closure of the glottis زائد أبني. يبقى ما فاضلش غير مين بقى؟ الفارينكس. الفارينكس يا أولاد في ثلاثة كونستريكتور، Superior وميدل وانفيرور، فبيحصل سكسيسيف كونتراكشن اوف سوبيرور ميدل اند انفيرور كونستريكتورز بلس الابر اند اوف ذا اسوفجس يبقى دايليتد عشان يستقبل البولس. تعالى لي اللالي يا حبيبي تعالى لي. خلاص في الليله الكبيره يا اولاد بتاعه سيد مكاوي وصلاح جاهين. يبقى سكسيسيف كونتراكشن اوف سوبيرور ميدل اند انفيرور فرنجيال كونستريكتور بلس ريلاكسيشن اوف ابر اند اوف ذا اسوفجس عشان ياخد البولس. ده اشهر سؤال بيجي في هذه المحاضره اللي هو الفارنجيال فيز. ده بولس اوف فود، مفيش اسهل من كده يا اولاد. هاز تو تشوز وان اوت اوف فور ويز، يبقى لازم نقفل ثلاثه. نقفل النوز بواحد، الماوث باثنين، اللارينكس ثلاثه، واول كلمه فيهم كلهم ايه يا اولاد؟ كلمه ايه؟ اسمعها منكم. Elevation of بنقفل النوز باي اليفيشن اوف سوفت باليت، الماوث باي اليفيشن اوف تانج زائد كونتراكشن اوف مايلوهايويد، اللارينكس باي اليفيشن اوف لارينكس تو بي كفر باي ابيجلوتس زائد كلوجر اوف ذا جلوتس زائد ابنيا، وبعدين سكسيسيف كونتراكشن اوف سوبير كونستريكتور ذا فارينكس مع ريلاكسيشن اوف ذا ابر اند اوف ذا
الاسوفيجاس، تعال لي اللالي يا حبيبي تعال لي. الريفلكس اكت ايه الاستيمولس بتاعه يا اولاد؟ الفود في الباك اوف ذا ماوث او في الفاركس يعني. طب الريسبتور، الريسبتور موجوده اراوند ذا اوبننج اوف فارينج، فالفارينج زي ما انت شايف كله مفتح اهو. حتى اشهر كميه ريسبتور موجوده عند التونسيلر بيلر. طبعا كلكم عارفين ايه هو البيلر، من التونسيل يا اولاد في ارش قدامها، التونسيل هي اللوزه وارش وراها، دول يسموهم تونسيلر بيلر، دي اللي فيها ريسبتور. وقلنا من شويه السنتر فين يا اولاد؟ قلناها اهي فوق موجوده في المضله واللور بونز، اهي مكتوبه تاني مضله واللور بونز. ده اشهر سؤال على الاطلاق اللي هو الفرنجيال فيز انفولانتري 1 to 2 seconds اهي. The bolus of food has to choose one out of four ways. فلازم نقفل النوز بواحد، الماوث باثنين، اللارينكس ثلاثة أول كلمة فيهم إليفيشن، بعدين نفتح بقى الفارينكس successive contraction of pharyngeal constrictors مع relaxation of upper end of the esophagus أو pharyngeal esophageal sphincter. وتقول بقى إن الستيمولس الفود في الباك أوف ذا ماوث، والريسبتور موجود عند الأوبننج أوف فارينكس، والسنتر في المضلة واللور بونز. نيجي الأسوفيجيال بقى فيز، ده برضه نفتح سؤالنا اللوحة الأخيرة ونقفل بكده النهاردة. خلاص؟ طيب. أسوفيجيال ستيج. الأسوفيجيال ستيج إزاي بننزل في الأسوفيجاس؟ بتو تايبس أوف بريستالسيس. قبل ما أبتدي أشرحهم، أحب أوريك رسمة كويسة فاهمك الدنيا شوية. الاسوفيجس ده يا ولاد عباره عن تيوب اهي طوله 20 سنتي، وبعدين مقفول من فوق بحاجه اسمها upper esophageal sphincter، ومقفول من تحت بحاجه اسمها lower esophageal sphincter. يعني من غير ما تاكل حضرتك الاسوفيجس عباره عن انبوبه مقفوله من فوق بالupper esophageal sphincter ومقفوله من تحت باللور اسفيجاس سفنكتر. طب هيسالك هو ليه احنا من غير ما ناكل دلوقتي قافلين الاسوفيجاس من فوق؟ تو بريفنت الانتري اوف اير. خد بالك احنا بنتنفس، لو مفتوح الاسوفيجاس جزء من الهواء ده هيدخل على الاسوفيجاس، يبقى تو بريفنت، يبقى قافلين الابر اسفيجاس سفنكتر تو بريفنت الانتري اوف اير. لما نبلع يفتح الابر اسفيجاس سفنكتر يمرر البولس الفود ويقفل تاني. قافلين ليه اللور اسوفيجيال سفنكتر؟ تو بريفنت الريفلكس اوف اتس ال، عشان نمنع ارتجاع الاتس ال، والا يحصل لنا هارت بيرن حرقان. يبقى في مفهومك كده من شرحي، مين الاهم واللي هندرسها؟ طبعا اللور اسوفيجيال سفنكتر، ان دي بتمنع ريفلكس اوف اتس ال. طب ازاي الاكل هيمشي في الاسوفيجاس؟ قال لك بيمشي بالبريستالس اللي هي الحركه الدوديه، اللي هي contraction behind the bolus of food و relaxation in front. يعني هشبهها لك عشان تشوفها بصورة عادية اهي، contraction و relaxation، contraction و relaxation يعني زقه كده، دي اسمها الحركة الدودية. contraction behind يزق و relaxation in front يوسع عشان مبقاش في resistance. contraction behind و relaxation in front، contraction behind relaxation in front، contraction behind relaxation in front، سموا ده البريستالس. طب في كام نوع من البريستالس يا اولاد؟ نوعين، في برايمري وسكند. البرايمري قال لك ده continuation to what happened in the pharynx. واحد قال انا نسيت حصل ايه في الفارنكس، لا نسيت ازاي؟ انا قلت الفارنكس فيها ثلاثه كونستيكتور سوبيرو ميدلو انفيرو. فبيحصل successive بص لي contraction في السوبيرو ميدل اند انفيرو، بعدين تكمل البريستالس والاسوفيكس. يبقى هي continuation لما حدث في الفارينكس، ده البرايمري بريستالس. غالبا البرايمري بريستالس دي ما بتنضفش الاسوفيجاس تمام، بساعات ساعات حتى تلاقي وقفت لنا حته كده. ما تخافش. This is why في secondary بريستالس. initiated بايه بقى؟ بالريمننت اوف فودز، بقايا الاكل اللي اول خبطه البرايمري بريستالس ما نزلتهاش هتنزلها السكندري بريستالس. طيب مين بيعمل السكندري بريستالس؟ قول لي بقى المنطقه دي تقع فين؟ دي تبع منطقه الفيجاس، ما احنا قلنا الفيجاس ماستر وجهاز هضمي تاركه للسليفر جلاندز النهايه العليا والبلفز النهايه السفلى، يبقى ده فيجاس. فالريفلكس اساسا فاجو فيجل، يعني بنروح بافرين فيجاس
والسنتر فيجا نيوكلس ونرجع لإفري فيجاس باجو فيجا. طب والفيجاس بيشتغل عن طريق انتوا حافظين عن طريق انتريك بلكسس. هنا بقى بيهمني انهي انتريك بلكسس بتاعت الموتيليتي اللي هي المينتريك بلكسس المينتريك مش السبميكوجا. يبقى اذا اللي بيعمل بريستالسيس حاجتين بارشلي بيل انتريك اللي هي مينتريك بلكسس وبارشلي بيل فيجاس. وليه ما كانش ينفع تبقى مينتريك بس؟ احنا بنمشي مشوار طويل 20 سنتي فلازم عصب واخد المسافه كلها اللي هو الفيجاس يشغل انتريك بلكسس الواحده تلو الاخرى عشان تنزل. يبقى تاني ما تشعر الاسوفيجاس يا اولاد 20 سنتي في كام سفينكتر ابر لور. الابر تمنع الانتري وير واللور تمنع الاهم ريفلكس اوف اتش سي ال. طب ازاي بنمشي في الاسوفيجاس؟ بحركه دوديه اسمها بريستالسيس. في كام نوع من البريستالسيس؟ نوعان برايمري كونتينيويشن تو وات هابن في الفارينكس. طب والسكندري انيشيتد بالريمننت اوف فود. ومين اللي بيعملها؟ الفيجاس انتاج مشترك فاجو فيجل مع الانتريك اللي هي الماينتريك بلكسس اهي يا اولاد. انا بس قبل ما اقول عاوز اقول حاجه مهمه جدا انه البريستالسيس في الابر ثيرد الاسوفيجاس كنا ناحيه السكيتال ماسل في البكه السكيتال ماسل سريعه فبتبقى رابيد. انما في اللور اند اوف الاسوفيجاس البريستالسيس بتبقى سلو لان ناحيه سموث ماسل. يبقى عشان تفتكرها ناحيه السكيتال ماسل في الفم بتبقى رابيد ناحيه السموث ماسل معده بتبقى سلو. واحد بيقول لي بتقول الكلام ده ليه؟ انا ما عمري ما ضيعت وقتي ولا وقتكم. الكلام ده في غايه الاهميه. دلوقتي لو طفل في مصرنا العزيزه بيغسلوا الناس في الطبقات البسيطه بماده كاويه اسمها البطاس بيغسلوا هدومهم بالبطاس اللي هو شكله زي اللبن. فالام قاعده على الطشت وحاطه جنبها البطاس في كوبايه شكله زي اللبن وقامت تعمل حاجه جه الطفل راح بالع البطاس ده. خلاص؟ لسوء الحظ البطاس ده ما بيبلعه ويمشي بسرعه في الابر بارت. فاقل جزء في الاسوفيجاس بيتعرض للماده الكاويه هي الابر بارت وبيمشي ببطء شديد في اللور بارت الناسلو. فدي بقى اكتر حته بتتبهدل تتكوي اللي هي لسوء الحظ اصعب حته تتعالج. انا شخصيا باذكر دون ذكر الاسماء رحمها الله بحكي القصه بكل الاسى تكنيشن كانت بتساعدني في الدكتوراه و بلعت البطاس ده واتكوى اللور اند اوف الاسوفيكس حصل له فيبروز لان لسوء الحظ ما بيكويش للابر بارت لان البريستالسيس ماشيه بسرعه فما بيقعدش الماده الكاويه ان كونتاكت لمده طويله اللي هي الجزء الاسهل في علاجه. لا بيقعد مده طويله هنا لان سلو فبيكوي اللور بارت. بيعالجوها ازاي بقى؟ بيعملوا لها دايليتيشن ندخل موسعات كده عشان توسع الاسوفيكس كل شويه الاسوفيكس يتقفل ونوسعه بالموسعات عشان تعرف تاكل. في مرة رحمها الله اتقطع الاسوفيجاس وحصل لها انفكشن راح للميديستاينم ميديستاينايتس which is fatal وتوفاها الله. بحكي القصة بكل الأسى بس بقولها عشان تفهموا ايه اهمية ان انا بقول ان البريستالسيس سؤال ام اس كيو رابيد في الابر بارت وسلو في اللور بارت. نرجع تاني يا ولاد. يبقى لو جالك اسوفيجاس هتقول الابر اسوفيجيال سفينكتر بتمنع الانتري اوف اير اللور اسوفيجيال سفينكتر بتمنع ريفلكس اوف اتش سي ال البريستالسيس رابيد في الابر بارت وحكيت لكم القصه سلو في اللور بارت والبريستالسيس نوعان يا برايمري بريستالسيس يا اما سكندري بريستالسيس اهي. برايمري بريستالسيس قلنا كونتينيويشن اوف وات هابند ان ذا فارينكس اوف بريستالتيك ويف ان ذا فارينكس وبتاخد 8 ل 10 سكندز. السكندري بريستالسيس بتبقى بال ريمين او ريتين فود ببواقي الاكل ودي بتعتمد على الانتريك نيرفس سيستم والفاجو فيجال ريفلكس. نيجي بقى نتكلم على انهي سفينكتر هي المهمه اللي بتمنع ريفلكس و اتش سي ال اللي هي اللور اسوفيجيال سفينكتر. لور اسوفيجيال سفينكتر او يسموها جاسترو اسوفيجيال سفينكتر. اللور اسوفيجيال سفينكتر او جاسترو اسوفيجيال دي قافله على طول. يعني حضرتك دلوقتي انت ما بتاكلش ولا انا باكل قافله على طول ليه؟
عشان تمنع الريفلكس اوف اتسيلف. لما ناكل بس السوالوينج عمليه البلع بتعمل لها ريلاكسيشن، يعدي الاكل وترجع تقفل تاني، يسموا العمليه دي ريسبتيف ريلاكسيشن، يعني الانبساط التوافقي، الانبساط المتوافق مع البلع. وانت بتبلع تروح هي ريلاكس معديها الاكله وترجع تقفل تاني عشان ما يحصلش ريفلكس اوف اتش ال. فاللور سفينكتر اسمها بتفصل الاستومك عن الاسوفجس، فيسموها جاسترو اسوفجيال سفينكتر، لور اسوفجيال سفينكتر او جاسترو اسوفجيال سفينكتر. It remains tonically contracted. Tonic يعني مستمر باستمرار، في حالة contraction مستمر لحد ما يحصل receptive relaxation اللي هو الانبساط التوافقي، تريلاكس مع البريستالتيك ويف، اهيد اوف بريستالتيك ويفز اللي هتزق السوالد فود انتو ذا ستومك وترجع تقفل تاني. طيب التون اوف لور اسوفجيال سفينكتر از اندر نيورال كنترول، يعني تحت الاعصاب، الاعصاب بتطلع هنا بقى تحفظ الكلام ده صم في الام اس كيو. الفيجاس بيطلع نوعين من الكيميكال ترانسميتر، الاسيتايل كولين بالكول انرجيك بيعمل كونتراكشن في لورس جيوس سفينكتر، اوعى تنساه الاسيتايل كولين كول انرجيك بيعمل كونتراكشن، وتتزلزل الثوابت لثالث مره. ان بنلاقي ترانسميتر جديد ما خدناهوش في الاوتوميك، نيتريك اوكسايد وفازو اكتيف انستاين بيبتايد، دول بيطلعوا من الانتر نيورونز اللي بيديها الفيجاس. ما قلنا الانتر نيورون بتشتغل للفيجاس كابوس جانجلونيك، بتطلع نيتريك اوكسايد وفازو اكتيف انستاين بيبتايد، دول بقى يا اولاد بيريلاكس اللور اسوفجيال سفينكتر. يبقى الاستال كولين يكونتراكت وال نيتريك اوكسايد والفازو اكتيف انستاين بيبتايد تريلاكس. بتوين ميلز اهي التونيك كونتراكشن بتاع اللور اسوفجيال سفينكتر بيمنع الريفلكس اوف ايه؟ of gastric HCl stomach content into the esophagus. نيجي بقى الابنورماليتيز اوف تون في لور اسوفجيال سفينكتر، كلام مهم جدا يا ولاد في الطب. ستات الحوامل تملي عندهم مشكله في اثناء الحمل، عندهم gastric reflux بيعمل لهم حموضه تملي في الاسوفجس اهو. ليه بقى؟ لان في اثناء الحمل في البريجنسي بيبقى فيه هرمون اسمه بروجستيرون. حتى كلمة بروجستيرون من شقين يا ولاد، برو يعني قبل وجستيشن يعني حمل، فبروجستيرون يعني هرمون ما قبل الحمل لانه بيبتدي يطلع من قبل الحمل، فعشان كده يسموه بروجستيرون. البروجستيرون ده مسؤول عن البريجنسي، بيعمل ايه بقى؟ بيقلل التون بتاع اللور اسوفجيال سفينكتر فما تقفلش، فيحصل ريفلكس اوف جاستريك اسيد انتو ذا اسوفجس، يرتجع الجاستريك اسيد في الاسوفجس، يسموها جاسترو اسوفجيال ريفلكس تؤدي لمصيبه. هارت بيرد ده في اخفها، حرقان هارت بيرد، اسوفجايتس يعني التهاب في الاسوفجس لان في حمض، ألسريشن قرحه، وفي النهايه اذا ما عالجناهاش استريكشر يعني ضيق اوف ذا اسوفجس باي سكارينج بالفايبرس تيشو. دي حاجة مهمة خطيرة جدا تبقى عارفها. بريجنانس يعني بروجسترون يعني ريلاكسيشن يعني ديكريس تون في لور اسوفجيال سفينكتر، تبقى حافظها صابمة اهي، حطهم لك جنب بعض. بروجسترون في البريجنانسي يديكريز التون في لور اسوفجيال سفينكتر، يبقى يحصل ريفلكس اوف جاستيك اسيد انتو ذا اسوفجس، تعمل جاسترو اسوفجيال ريفلكس، تدي هارت بيرد حرقان، التهاب في الاسوفجس اسوفجايتس، ألسريشن قرحة وستريكشن. طيب نيجي التانية بقى، وبرضو بقولها بأسى ان كان عند شخص، لكن طبعا لا نزيع اسماء المرضى مهما كان درجة قرابتهم لينا، هذه المريضة قريبة جدا 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 رحمها الله، اكاليزيا. بالعكس هنا بقى incomplete relaxation of lower esophageal sphincter، يعني المفروض لما نبلع بيحصل ظاهرة اهي اسمها receptive relaxation، الانبساط التوافقي مع البلع ahead of peristaltic waves، يعني لما ابلع والبريستالسيس تروح فاتحة اللور اسوفجيال سفينكتر من زي الاكل وبعدين ارجع اقفل تاني. هي بقى ما بيحصل لهاش relaxation في اللور اسوفجيال سفينكتر. ليه؟ لان عندها نقص في
في النيتريس اوكسايد، النيتريك اوكسايد والفازو اكتيف انزايم بيبتايد اللي هم المفروض بيعملوا ريلاكسيشن اهو، النيتريك اوكسايد والفازو اكتيف انزايم بيبتايد المفروض بيعملوا ريلاكسيشن. ففي فيلير تو ريليس نيتريك اوكسايد اند فازو اكتيف انزايم بيبتايد، فبالتالي ما بيحصلش ريلاكسيشن في الاوروسوفيجيال سفنكتر، فالاكل ما بيسيبش الاسوفيجاس ويدخل المعده، يحصل له accumulation of food in esophagus فيحصل شايف المنظر passive dilatation اهي. passive dilatation ليه؟ عشان لو الاسوفيجيا سفنكتر مش قادر تفتح. بيتشخص ازاي؟ ده مش عليكم بس بقولها لكم انها لطيفه. التشخيص بنشرب العيان صبغه غير منفذه الاشعه باريوم ونصور الاسوفيجس، فنلاقي الاسوفيجس واسع جدا هنا وفي مكان اللي هو الاسوفيجيال سفنكتر ضيق جدا انها مش قادره تريلاكس، فيسموا الشكل ده يا اولاد رات تيل ابيرنس، يعني زي ديل الفار. تخيل ده فار كده وده الديل بتاعه، يبقى منظر العين لما تعمل اشعه تلاقي عباره عن الباريوم مالي هنا منتفخه جدا وخيط رفيع جدا داخل في اللي هو الاسوفيجيال سفنكتر، لانه بيحصل له incomplete relaxation، يعني ضيق قوي بس بيفوت حاجه بسيطه جدا. incomplete relaxation سموها red tail appearance بسبب failure to release النيتريك اوكسايد or vasoactive enzyme peptide. رحمها الله شخص قلت القريبه جدا جدا الي دي دون ذكر اسماء، لا نزيع اسماء المرضى لا هم احياء ولا هم اموات، كانت لما تاكل حاجه ممكن ما تقعد بالثلاث ايام مش عارفه تنزل الاستومك، يعني مش حاسه انها مش قادره تنزل، فالاسوفيجاس بيبقى ماكسيمالي دايليتد. تخيل لما تبلع حاجه تقعد فور 3 دايز قبل ما تتحلل في الاسوفيجاس وتنزل يعني نواتج التحلل شويه شويه. طب بنعالجها بايه بقى؟ بنعمل دايليتيشن اوف ذا سفنكتر اللي هي بالموسعات المعدن دي، نوسع السفنكتر، او اسوفيجيال ماسل انسيجن، نقطع كده عشان توسع، قطع في الاسوفيجيال ماسل، او نعمل انجكشن للبوتيولينيوم، عارف التوكسينز اللي هو ده بيقولنا بيقفل بيمنع الاستايل كولين اللي هو بيستخدموه الباتوكس اللي هو عارف الناس عشان تريلاكس السكيليتال ماسل كده في وشها ويبقى شكلها كويس لو قلناها مع السي ان اس، فبنستخدم نفس التوكسينز ده اللي هو البوتيولينيوم نحقنه فيريلاكس الماسلز تو انهيبت الاستايل كولين ريليس، ده العلاج بتاع الحاله. هنا بقى لما بيجي الاسوفيجيال ستيج بيجي بالابنورماليتيز، تبقى لازم حافظها. نقولها تاني بقى يا اولاد وكده يبقى خلصنا. في عجاله الاسوفيجاس 20 سنتي مقفول من فوق بالابر اسوفيجيال سفنكتر عشان يمنع الانتري في اير، ودي مش مهم قوي. مقفول من تحت باللور اسوفيجيال سفنكتر او يسموها جاسترو اسوفيجيال سفنكتر عشان يمنع الريفلكس اوف اتس ال. خلاص؟ وبعدين قلنا انه ازاي بيمشي الاكل في الاسوفيجاس بالبريستالسيز، والمعلوماتك البريستالسيز دي ممكن تمشي السوليد والسيمي سوليدز ايفن اجينست جرافيتي، يعني لو انت قعدت راسك زرع بصل لتحت ورجليك لفوق سانده على الحيطه ممكن يديك ساندوتش تاكله وانت راسك تحت ورجليك فوق، لكن مش ممكن يديك ازازه بيبسي. يعني البريستالسيز يمكنها دفع السوليدز والسيمي سوليدز، السوليدز والسيمي سوليدز نوت فلويد اجينست جرافيتي، ده سؤال بيجي في المعادله الامريكيه. البريستالسيز نوعان، برايمري كونتينيويشن تو وات هابن ان ذا فارينكس، بعد ما يحصل الفارينكس سكسيسيف كونتراكشن يكمل بالبرايمري، بس بيبقى شويه اكل في احسن علاج بيقعد شويه اكل ما تخافش، بيقعد السكند بريستالسيز وراه لحد ما تنضف لك الاسوفيجاس تماما. يبقى البرايمري كونتينيويشن تو وات هابن ان ذا فارينكس. طب السكندري بالريمننت اوف فود وتنظف الاسوفكس، ودي ميديتد بحاجتين، بالفيجاس بالفاجوفيجا ريفلكس وبالانتريك بلكسس اللي هي المانتريك المانتريك بلكسس. طيب نيجي بقى نتكلم على اللور اسوفيجيال سفنكتر، بتبقى الكونتراكشن بمين؟ اوعى تنسى كونتراكشن بالاستايل كولين وريلاكسيشن بالنيتريك اوكسايد والفازو اكتيف انزايم بيبتايد. طب في تو ابنورماليتيز قلنا يا ولاد في البريجننسي، مين الهرمون؟ البروجسترون ما قبل الحمل ويستمر باثناء الحمل، ده بيعمل ايه؟
بيريلاكس اللي هو الاسوفيجال سفينك. فالست باسنان الحمل يحصل لها ريفلكس اسوفيجايتس هارت بيرن واسوفيجايتس والسريشن وممكن سكار بقى تبقى مصيبه. طب الحاجه الاصعب منها اللي هي الاكاليزيا، يعني ما فيش حركه في السفينكتر. اكاليزيا يعني لا اكاليزيا، هنا مفروض مين يريلاكس واحنا بناكل؟ الناتريك اوكسايد والفازو اكتيف انسبتايد. الناس دي عندها فيلير في الناتريك اوكسايد والفازو اكتيف انسبتايد فما بيعملش ريلاكسيشن، فالاكل اكوموديت في الاسوفيجس. وقلت حتى بيبقى الشكل لما وريته لكم في الاشعه تفتكروها مش عليكم ولا الزملاء يعرفوه، اللي هو اسمه رات تيل ابييرنس، بيبقى ماسيف دايلتيشن في الاسوفيجس، وده زي ديل الفار كده، تلاقي سرسوب صغير نازل من الاكل المتحلل، وهنا الاكل بقيه الاكل هنا، فالبيريان بيسموه رات تيل يعني زي ديل الفار. نعالجها ازاي؟ ندايليت السفينكتر بالموسعات المعدن، او نقطع الاسوفيجيال ماسل عشان تريليس توسع، او ننجكت التوكسينز اللي هو بيمنع ريليس بتاع الاستايلكولين اللي هو البوتولينيوم توكسينز. كده يا اولاد يبقى خلصنا محاضره السلايفا والسوالوينج، واذا مره اخرى بشكركم على وقتكم واتمنى اكون افدتكم. ولا اكل ولا امل يا اولاد، لا تنسوا مسانده الاطفال من مرضى السرطان. زي ما قلت انت المكالمه لن تكلفك حاجه، انت ما تقدرش بتعمل المكالمه دي النهارده تجيب اي حاجه، هي لا تعني ليك اي شيء، لكن مكالمتك مع مكالمتي مع مكالمه ثالث ورابع البحر عداده من النقاط قد تصنع شيئا لهؤلاء الاطفال. مش معقول ننعم بالحياه وننعم بملذات ومطايب الحياه وهم ضروريات الدواء ما عندهمش، يعني حاجه غير مقبوله يا ولاد. وزي ما بقول البحر عداده من النقاط، انت بتحط نقطه بس، نقطه مع نقطه مع نقطه بيعملوا حاجه. وعيد تاني، ولا اكل ولا امل. انا اولاد في ناس ساعدوني كتير في حياتي، وانا بدوري بحاول وهقعد احاول ان انا اساعد اخرين، ومنهم انتوا ابنائي الاعزاء، وانتوا الدور عليكم حتى تكتمل الدايره، تساعدوا ناس تانيه، تساعدوا اخرين فتكتمل الدايره. انا ناس ساعدوني وانا بساعد ناس منهم ابنائي الاعزاء اللي هو حضراتكم، وانتوا هتساعدوا اطفال يحتاجوا الى مساندتكم. شكرا على حسن انصاتكم، والقاكم باذن الله في المحاضرة القادمة قريبا إذا كان في العمر بقية وصحة. شكرا.